تمام نحن تمام ابتدي ممكن تبتدي طوال وقلت ممكن تعمل كتب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اليوم تدعوكم مبادرة الباحثين السودانيين فرع علوم المختبرات لحدوث بس مباشر بعنوان سلسلة دروس عملية في علم الأحياء الدقيقة الطبية المقدم دكتور عبد الله عثمان عبد الله احمد بروف مشارك واستشاري الاحياء الدقيقه الطبيه جامعه ام القرى المملكه العربيه السعوديه الحاصل على الدكتوراه من جامعه رسمس روتردام هولندا والحاصل على ماجستير معهد الامراض المستوطنه جامعه الخرطوم، وخريج بكالوريوس علوم مختبرات الطبيه جامعه الخرطوم. سلسله المحاضرات على النحو الاتي: المحاضره الاولى استعمال تسلسل الاحماض النوويه للتعرف على الميكروبات. المحاضره الثانيه كانت بعنوان استعمال تسلسل الاحماض النوويه للتعرف على مقاومات مقاومه الميكروبات المضادات الحيويه. واليوم المحاضره الثالثه استعمال تسلسل الاحماض للتعرف على الانماط الظاهريه للميكروبات. فليتفضل مشكورا برفع عبد الله طيب بسم الله الرحمن الرحيم بس يا دكتور ياسين اديني ده اوكي, هاي. أوكي. تمام طيب. شكرا جزيلا طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ونرحب بجميع الاخوه اللي بيشاركونا اليوم في هذا البرزنتيشن اللي هو حنتكلم فيه باذن الله تعالى عن المرحله الثالثه او المحاضره الثالثه اللي حنتكلم فيها عن الدروس العمليه في الاحياء الدقيقه الطبيه فيما يتعلق في استعمال ال DNA وال RNA uh, sequence data for characterization and for identification and for also typing of microorganism in clinical microbiology laboratory. Uh, we are still using the same title of uh, all the lectures. we are all here together to know our microbes. Microbe, and this number three. we are still speaking about the genome characterization. and as we discussed last time, we discussed the, the concept of genome characterization in clinical microbiology laboratory. وذكرنا انه من اهم الاشياء انه اول حاجه انه نحن نتعرف على ايه هو نوع الميكروب اللي عامل الانفكشن واذا كان المكروب من الميكروبات اللي بيدتيم دراسه اللي هو حساسيه الأنتيبيوتكس بنعمل له انتي سبتبيليتي فهذه فدي هي الاشياء الاساسيه اللي نحن عايزين نعرفها في اي كلينيكال مايكروبيولوجي لكن اليوم حنحاول ان شاء الله وي ار جوينت تو دايف مور ديب في The genome characterization. We we'll try to understand what other applications of DNA sequence data. Uh, when we get a, a, a genome sequence data, what other applications can be used in clinical microbiology, which is relevant for routine clinical microbiology uh, laboratories? طيب, uh, today, we are going to uh, start speaking about the prediction of serotypes by DNA sequence data. We are going to know how it works. And when I say serotypes, yes, I mean serotypes. إحنا بنعرف إنه في بعض أنواع البكتيريا في بعض أنواع المايكرو أورجانيزمز إحنا بنحتاج إنه نعمل لها نوع من السيروتايبين علشان نتعرف عليها. مثال مثلا الإشريشيا كولاي معروفة إن هي أوبرتونستيك باثوجين وإنها إت كان وايد ريج من أشهر اليورينري تراكت إنفكشنز و برضه البلاد ستريم انفكشنز ممكن تعمل لنا ووند انفكشنز ممكن تعمل ديفرنت تايبس اوف هوستل اكويرد اند كوميونتي اكويرد انفكشنز لكن في بعض انواع السترينز بعض السلالات من الشريشه كلها زي ما انتم عارفين بتعمل الدياريال ديسيزز فاللي بتعمل الدياريال ديسيزز ما بنقدر نعرفها ان هي بتعمل دياريه وان هي دياريجينيك ولا نان دياريجينيك الا اذا عملنا سيروتايبينج باستعمال ال O antigene, اللي هو السوماتيك somatic antigene, وال H antigين اللي هو الفلاجلر انتيجين فلذلك still نحن في الكلينيكال مايكروبيولوجي لابوراتوري بنحتاج انه uh, to understand what type of sequence uh, or what, what type of serotypes we are dealing with uh, in case of shisha coli. فنحن اليوم ان شاء الله حنحاول نعرف how to uh, detect and how to identify as different serotypes باستعمال الجينوم sequence data. برضه نفس الشيء ينطبق على اذر بكتيريا زي السالمونيلا وبرضه ان شاء الله بريفلي ار جوينت تو سبيك اباوت ات ان شاء الله طيب برضه هنحاول نتعرض لحاجه ثانيه انه نحن يس وي كان بريدكت الانتيبايوتكس ريزيستنت جينز وي كان ديتكت الميوتيشن او الكروموزوم mutations اللي مرتبطه بالانتيبايوتك ريزيستنت دي كلها من الاشياء اللي مرينا عليها في المره الماضيه لكن الان عايزين نتكلم مره ثانيه عن الانتيبايوتكس لكن بطريقه مختلفه هل نحن ممكن ندرس الانتيبايوتيك ريزيستنت جينز Variants يعني هل الانتيبايوتيك ريزيستنت جينز فيها مالتيبل Variants وهل المالتيبل Variants عندها كلينيكال سيجنيفيكانس ولا ما عندها فدي من الاشياء اللي حنحاول نعرفها وبرضه حاجه تقريبا تم اثارتها في الـ في التو سيشنز الماضيات انه الناس كان بيتكلموا عن الميوتيشنز اللي موجوده في في الجينز خاصه اذا كانت رايبوزومال الجينز او اذا كانت نوع من الconserved جينز genes فهل الميتيشنز دي عندها أهمية ولا لأ؟ يعني نحن لو لقينا في ميتيشنز موجودة في الأنتي بايوتيك ريزيستنت جينز، هل ده بيعني إنه نحن وي آر ديلينج ويز أ نيو فيريانت؟ يعني هل أي ميتيشن نحن نكتشفها أثناء دراستنا للأنتي بايوتيك ريزيستنت جينز، هل ده بيعني إنه نحن وي اوريدي ديسكفرد أن يو فيريانت؟ فده السؤال بنحاول إن شاء الله نحن نجاوب عليه اليوم ونحاول برضو نفهم اللي هي the significance of uh, detection of SNPs within the genome أو within the sequence of the genes that encode for antibiotic resistance. وإن شاء الله we are going to uh, cover برضو الأشياء اللي هي ال uh, يعني we are going to touch in brief اللي هو the microbial population genomics. وندرس اللي هو يعني what genome markers should be used in in يعني in, in when we are looking for microbial population genomics لانه برضه من التو سيشنز الماضيه مرت علينا بعض الاسئله وتكررت انه هل ممكن نستعمل مثلا اللي هو الرايبوزومال دي ان اي اذا كانت 16 إس او غيرها في اللي هو في الفايلوجيناتكس وفي البوبوليشن جينومكس اوف مايكروبس ولا لا فدي ان شاء الله الثلاث اشياء اللي حنحاول نمر عليها اليوم ان شاء الله طيب لو تتذكروا نحن كنا تكلمنا المره الماضيه تكلمنا عن prediction اوف فينوتايبس يوزن الجينوتايبس يعني prediction اوف فينوتايبس اللي هي مثلا زي السيروتايبس باستعمال الجينوم سيكونس داتا وضربنا امثله انه في عدد كبير من التولز موجوده مثلا في تول اسمها ال 6 هيرو ودي بتعمل بريدكشن للسالمونيلا سيرو تايبس وفي برضه واحده تانية من التولز اسمها السيرو فايندر ودي بتعمل بريدكشن للسيرو تايبس اوف الشيشه كولاي وبرضه ذكرنا انه في حاجه اسمها الاس بي اي تايبر ودي تول بتستعمل predict the different تايبس اوف بروتين اي في الاستافيلوكوكس اوريس بالإضافة للفيمبريا تايبين في الشاشة كلها عن طريق الفيم تايبر وفي حي اسمها سي اتش تايبر ودي بريدكشن في الشاشة كلها فيم اتش تايب اند فيم C تايب يعني دي فور سبيسيفيك تايبس من الفيمبريا واخيرا ذكرنا برضو انه في تول زي هو سودوموناس ريجينوزا اس تي اللي هي بريدكشن اوف ديفرنت سودوموناس ريجينوزا سيرو تايبز. فاليوم ان شاء الله حنتكلم عن ال 6 0 حنتكلم عن السيرو تايفاند فايندر ونحاول ناخذ ريال اكزامبلز ونشوف كيف نحن ممكن نستعمل التولز دي تو كاركترايز الجينوم. طيب حنتكلم عن البريدكشن اوف سيرو تايبس من الشيشه اول وانا عملت اليوم عدد من الاكسبيرمنتس ودي الروابط لها وحنحاول نشوفها مع بعض نشوف الـ results of the prediction of serotiming and طيب هنا أول حاجة الـ isolate اللي هو الـ U40 context ده عبارة عن isolate isolated from a urinary uh, isolate اللي هو urinary tract isolate والـ urinary tract isolate ده لما عملنا له اللي هو serotiming ال باستعمال serotime finder وجدنا إنه ما في hits بتشبه الأو انتيجين اللي موجود في الداتا لكن وجدنا انه هو من السيرو تايب اللي هو الاتش 6 فيبقى قدرنا نعمل تايبنج للاتش انتيجين لكن ما قدرنا نلقى اي سيميلر او تايب في الداتا بيز وده طبعا بيعني اشياء كثيره بيعني انه الايسوليت ده فعلا قد يكون ايسوليت ما موجود في في الداتا او انه الانتيجين نفسه حصل فيه نوع من التغيير لدرجه انه ما كان مطابق للكريتيريا اللي نحن استعملناها هنا اللي هي نحن اللي استعملنا السلكتد ستراش هولد على انه يكون 85% للايدنتيتي والسلكتد مينيمم اللي هو كويري او سيكونس كفرج شود بي مينيمم 60% فاحتمال لو نحن نقصنا شويه البرسنتج دي برغم من دي نزل نزل ان دي الستاندرد ننزل ننزل اكتر منها ما بنفضل ان احنا ننزل اكتر منا لكن اذا احنا نزلنا ممكن يحصل ديتكشن للسيرو تايب ده عموما دي هي الريزلت اللي احنا حصلنا عليها اليوم من ال السيرو تايب باستعمال السيرو تايب فايندر في حاله الايسوليت ده طيب طيب حنشوف المثال الثاني اللي هو برضه استعملنا فيه نفس التول. هنا وجدنا فيها اللي هو كان نحن الايسوليت اللي استعملناه اللي هو يورين 33 اللي هو يو 33 وده برضه يوراني ايسوليت اتعزل من واحده مستشفيات مكه. ونحن قدرنا تبريدكت السيرو تايب وطلعت السيرو تايب اللي هي اوسكستين 16 اتش 5. فلاحظوا انه هنا السيميلاريتي مع اللي ال 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 هو ال H5 كانت 99% وهنا كانت سيميلاريتي مع ال O تايب او ال O16 -E كان 100% وده بيعني انه فيري بيرفكت سيرو تايب فاحنا هنا قدرنا نعمل بريدكشن للسيرو تايب بدون ما نستعمل الانتي سيرا بدون ما نستعمل الكلاسيكال كونفشنال تكنيكس وانما استعملنا الجينوم سيكونس داتا تو بريدكت السيرو تايب فاذا كان السيرو هو واحد من السيرو مثلا المرتبطه بالدياريجينيك ديسيز او كان كونفيرمد كيس اوف اشريشيا كولاي كوزيما ديارية فنحن ممكن نضيفه لمجموعه السيرو تايبس اللي معروفه انها هي بتعمل اللي هي الديارية البيسي طيب هنشوف مثال ثاني لايسوليت ثاني طيب الايسوليت رقم ثلاثه برضه استعملنا نفس التول لاحظوا انه الايسوليت الثالث برضه كان ايسوليت كلينيكال ايسوليت هنا في مكه والرقم بتاعه اللي هو يو 19 فيو 19 زيه زي وزي اللي شفناه قبل شويه ما لقينا سيميلر هيت في الـ في اللي هو في الاو انتيجين داتا بيز لكن اللي لقينا في الاتش انتيجين كان السيرو تايب اللي هو اتش 4 طيب لاحظوا الان عندنا تو كلينيكال ايسوليتس كامينج فروم ذا سيم هوسبيتال لحد الان اثنين يعني منهم ما كانوا تايببل على مستوى السوماتيك انتيجين على مستوى الاتش انتيجين كانوا معروفين ومشابهين للموجود في الداتا بيس طيب حنشوف الايسوليت اللي بعده طيب لاحظوا الايسوليت اللي بعده برضه نفس الشيء على مستوى الاو انتيجين ما كان في ديتكشن وعلى مستوى ال ال H antigen كان ال predicted اللي هي H4 لكن الايدنتيتي كانت 100% لكن ما كان في 100% coverage لل ل reference يعني الـ reference تقريبا كان 1050 base بير اللي كان الجزء اللي تلقى بس حوالي 882 base بير فده بيؤدي برضه الى انه الـ prediction ما بكون يعني 100% on zone similarity في الـ 882 base pair كانت 100%. طيب لاحظوا انه ده برضه still this is a urinary isolate برضه isolated from مكه ف most likely انه we don't have this uh, serotype على مستوى ال ONT gene في الداتا database فاحتمال يكون عندنا uh, completely uh, different serotype circulating في الـ hospital عندنا ونحن ما قادرين نعمل prediction للسيرotype. طيب هنشوف اللي بعده اللي بعده اللي هو الثلاثة ايسوليتس الأخيرة دي ايسوليتس ريتريف من من الريفرنس سيكونس اللي موجودة في بي NCBI داتابيز فلاحظوا إنه أول حاجة البيرفكت ماتش مع التو هيتس في اللي هي في الـ H انتيجين داتابيز وفي الـ O انتيجين داتابيز وكان البريدكتد سيرو تايب اللي هو مية 157 H7 وده معروف إنه واحد من الديريجينيك سترينس وفي شريشة كولاي هنا الايسوليت كان عباره عن شريش كولاي اوريدي uh, بالنسبه لنا كانت معروفه اللي هي الـ O 157 uh, H7 وده كانت ريتريف uh, من الريك سيك uh, اللي الريف سيك اللي هي الريفرنس Sequences اللي موجوده في الان سي بي اي داتا بيس فديس از ريفرنس سيكونس بيورينا ان التول بيرفكتلي وركين 100% ماتشينج مع الداتا بيس بيورينا الاكسشن نمبر لكل سيكونس uh, عملوا على اساس البريدكشن فده يوريك يعني هاو نايس انه ال 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 بيز او التول بتفيدك في انك تبريدكت السيكونس او السيرو تايبس باستعمال السيكونس ديتا طيب حنشوف مثال ثاني من ريفرنس سيكونس برضه يعني ريتريف تو داونلود في الامينسي باي داتابيز خلينا نشوف الـ اوف prediction of the serotype uh, again serotype prediction كان uh, absolutely perfect كان 100% similarity كان الماتشن uh, 100% بين الـ template وبين بين الـ query sequence و نمبر تبعهم ودي برضه كانت الشريشة كولاي uh, strain already معروف والـ predicted serotype uh, اللي هي كانت 06 uh, H1 06 H1 واخر مثال في التول دي حناخده اللي هو مثال برضو ل Sequence Data also downloaded from the NCBI database يعني it's already uh, no sorry لا this is the, this is our isolate actually this is urinary isolate اللي هي uh, urine 31 فلاحظوا انه ده تقريبا ثالث isolate كان الاثنين من ال isolates كانوا ما عندهم similarities على مستوى ال O antigen database الآن حتى على مستوى مستوى وال O antigen there is no similarities وهنا بيبدأ research الحقيقي انك انت you need to uh, characterize الجينس ال, ال, genes, ال encoding for this type of uh, O antigen and H antigen and all what you need is you need to submit your sequence data ل ل ل لأي يعني sequence uh, database بحيث انه يكون ال strain uh, معروف ويتأخذ له رقم جديد بحيث انه يأخذ رقم جديد على مستوى H antigen وعلى مستوى الـ ONT لكن طبعا ده ما بيتم الا بعد ما يعملوا فاليديشن للسيكونس داتا وفي الحاله دي بيطلبوا منك غالبا انك ترسل لهم الرو Raw Sequence بالاضافه للاسمبل جينوم Genome Sequence طيب فهنا شفنا انه نحن بكل بساطه انا I would like to do تو to perform the test يعني just in front of you عشان اوريكم يعني how easy you can perform the same test يعني الان لو نحن رحنا على التول وضغطنا على ال 6 0 دي التول في السنتر فور جينوميك ابديميولوجي هنا لو تلاحظ انه التول دي ديزاين فور اشريشيا كولاي عشان كده باي ديفولت السلكتد اورجانيزم كان اشريشيا كولاي انا ممكن حتى ارفع الثرش هولد بالنسبه للسيميلاريتي ارفعه حتى ال 100% او 98% خلينا نخليه 95% وممكن ارفع الكويري كفرج اب تو 100% يعني انا عايز انه الكفرج اوف ذا تمبليت ارفعه ل 100% عشان يكون ال identification of very high quality وهنا كل اللي بحتاجه انه انا اي هاف تو لوكيت الفايل تبعي وانا هختار الريفرنس سترين اللي هو اوريدي شفناه قبل شويه وبعد ما اخترت الريفرنس سترين كل اللي بحتاج اعمله انه ابلود السيكونس داتا مباشره طيب الان الـ 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 التست يعني ان بروجريس انا ممكن اكتب زي ما وريتكم المره الماضيه ممكن اكتب الايميل تبعي بحيث انه يجيني نوتيفيكيشن اول ما الاكسبيرمنت هاز بين دان يعني انا still ستيل ان ذا كيو ناو لكن ان فيو سكندز هنرجع مره ثانيه ان شاء الله هنشوف الريزلت باذن الله تعالى وغالبا حتكون جاهزه طيب فنحن كده الان عرفنا اللي هو مثال للبريدكشن اوف ذا سيرو تايبس في الشوشه باستعمال الجينوم سيكونس ديتا الان خلينا ناخذ مثال ثاني للبريدكشن اوف سيرو تايبس ان سالمونيلا انتريكا سب سبيشيز انتريكا زي ما انتم عارفين انه الاولد كلاسيفيكيشن سيستم اللي هو كان بيعتمد على انه يقسم السالمونيلا في سالمونيلا تايفي سالمونيلا برا تايفي سالمونيلا برا تايفي بي سالمونيلا تايفي ميوريم اللي هو بسموه الكوف وايت مان كلاسيفيكيشن او سكيم Uh, this is an old classification الان بقى معظم classification بيعتمد على انه كل الباسيجينيك سالمونيلا هي تقريبا اللي بتصيب الانسان بيسموها سالمونيلا انتريكا سب سبيشيز انتريكا زين بيشوفوا الديفرنت سيرو فار. يعني سيرو فار تايفي سيرو آه مثلا تايفي بيوريوم سيرو فار مثلاً سيرو فار آه بي اتسترا فنحن برضه جبنا ثلاثه آه تقريبا سيكونس ديتا نزلناها من الان سي وي وات وي يوز وي يوز اللي هي الـ 60 6 0 اللي 60 الـ 6 0 اللي, 6 -0 اللي هي عباره عن تول تعمل بريدكشن للسالمونيلا سيرو تايبس ولاحظوا انه التولز دي تستعمل الـ assembled genome او ممكن تستعمل الـ raw sequence data whether انها كانت بير اند ريدز او اذا كانت single end reads وممكن برضه نستعمل بير اند ريدز في one file يعني ممكن تكومبين السيكونس ريدز من ريد1 وريد2 في 1 فايل ونعمل لهم برضه ابلود فلو احنا حاولنا نجرب مثلا اسمبل ذا جينوم وحاولنا نمشي هنا للداتا عندنا ورحنا للسالمونيلا داتا خلينا نختار مثلا الزيرو بار باراتاي في اي ونشوف كيف حيكون الشكل بتاع الريزلتس فكل اللي بنحتاج نعمله انه جس ونيد تو ابلود السيكونس داتا ونشوف النتيجه طيب حنرجع هنا نشوف اللي هو اللي اخر حاجه عملناها اللي مع بعض اللي عملنا بريدكشن للسيرو تايب في الـ في الشيشه كولاي وزي ما وريتكم اللي هي طلع البريدكشن ممتاز صحيح 157 اتش 7 زي ما شفتوه في وزن يعني فيو مينتس نحن قدرنا انه تو بريدكت السيرو تايب بدل ما نحن نمشي في اللونج بروسيس اوف سكرينينج الايسوليتس باستعمال الكونفشنال سيرو تايبنج باستعمال large sets of uh, anti serum ممكن نحصل عليها أو ما ممكن نحصل طبعا برضو في ال-prediction of the serotype زي ما شفنا باستعمال a sequence data برضو يكون في limitation لأنه everything depends on the quality of the sequence uh, of the reference sequences in your database sometimes you are using an isolate which does not have similar sequences in the database and this is your role uh, as a scientist in that to submit any Uh, a new sequence data to be uh, uploaded and updated لل database اللي موجوده تستعمل uh, لل prediction of serotage uh, بحيث انها تكون متاحه ليك ولغيرك من الباحثين. عايزكم تلاحظوا انه احنا استعملنا very high threshold هنا استعملنا 95% واستعملنا اللي هو المينيمم لينكس اوف ذا ريفرنس 100% يعني الكفرج اوف ذا ريفرنس سيكونس بي 100%

طيب لاحظ انه السيروتايب تايب was perfectly predicted as A اللي هو استعمال, السك سيرو تول استعمال سيرو الـ ال 6.0 tool استعمال 6.0 1.2 server لاحظوا انه الاسيرو ده based على ال القديم اللي هو الكوفمان kofman وع�� white أو الكوفمان لاحظوا فيه انه هنا predicted as A ولو شفتوا الانتيجينيك بروفايل هتلقوا انه الاو انتيجين اللي هو اللي هو ال02 وال H انتيجين في فيز 1 اللي هو A وفي H2 اللي هو 1 and 5 وده اكزاكتلي اللي احنا كنا بنستعمله احنا عشان تو بريدكت السيرو تايب السالمونيلا باراتايفي في A باستعمال كلاسيفيكيشن قديم كنا بنحتاج ان من احنا نستعمل البوليفالنت O والبوليفيلنت H وبعدين نستعمل المونوفالنت O فاكتور 2 بالنسبه لي البراتايفي A ونستعمل للتايفي اللي هو فاكتور 9 وبرضه نستعمل الاتش H antigen 1 وفيز 2 سمول آه small letter A في حالة البراتايفي A uh, آه small letter B في حالة البراتايفي B و في البراتايفي C ولو تذكروا small letter D في حالة السالمونيلا آه تايفي فيبقى الآن ال بروفايل بتاعنا 2 آه A بعدين 1 و 2 ده يدل على نفس الـ classification system القديم اللي هو الكوفمان وايت كلاسيفيكيشن ف it's a wonderful tool لأنه it's safe يعني Lots of time في اللاب واتس مور اكيوريت وفي نفس الوقت نحن ممكن نعمل بريدكشن لعدد كبير جدا من من السيرو تايبس ما زي ما يكون limited في حالة الليميتد number of anti-serial اللي موجودة طيب هنرجع مره ثانيه للمثال اللي, اللي بعده المثال اللي بعده هيكون اللي هو ايسوليت يعني جبت ثلاثه انواع مختلفين كان عندنا براتاي في اي بيبدو انه ده نفس الاول نشوف اللي بعده ايوه ده كان سيرو تايب تاي في ولاحظ انه هنا الاو اللي هي فاكتور 9 والاتش أنتجين في فيز 1 دي لو تتذكروا انه في اتش 2 ما كان في اي انتيجين ما عندنا اي نمبر بالنسبه للتايب ودي يوريك انه التول از ريلي فيري سمبل تو يوز كل اللي تحتاجه محتاج يكون عندك جود كواليتي سيكونس داتا يكون عندك جود انترنت كونكشن جاست تو ابلود اللي هو الداتا ال للسيرفر طيب ويل جو باك ان شاء الله ونشوف الاشياء الثانيه طب نحن الان وي فينيشد اوريدي البريدكشن اوف serotypes تايبس في السالمونيلا والسيرو في الشيء اللي هو في كولاي والان عايزين نتكلم شويه عن الantibiotics فيرينس آه ونضرب مثال بالان دي ام آه جين الان دي ام اللي هو نيودلهي ميتالوبيتا آه لاكتيميز وواحده من الريكوردز الموجوده اللي هو الـ الـ البيتا لاكتيميز ان دي ام 9 They do this is variant 9 described in describing Klebsiella pneumoniae subspecies pneumoniae, that was published by a group of scientists from China, where they describe a novel NDM-9 beta identified from a sequence type 107 Klebsiella pneumoniae strain isolated in China.

والكاربينيبيمس وسموه الميتالوبيتالاكتيميز لانه ا ديفرنت كلاس اوف بيتا لكتيميز وليتر بدوا يكتشفوا انه في اذر ان دي ام بالاضافه ل اذر اوكسجينز في الاوكسجينز انيشيالي ما كانت بتعمل هيدروليزز ل initially انيشيالي اوكسا 1 هاز بين in ان اسينتوباكتر وكانت بتعمل اكستندد سبيكترم بيتا uh, لاكتيميز uh, لكن الان uh, بدانا نكتشف انه في other اوكسا uh, برضو كان also convert resistant to carbamate anyway uh, I'm just trying to look into the variants عشان افهم كيف ال variants دي بتختلف من بعض على مستوى الجينوم sequence data وعلى مستوى الامينو acid sequence data طيب if you look into uh, this example uh, uh, I, I downloaded كل ال uh, sequences لل 24 ان دي ام جين فيرينس اللي موجوده في الان سي بي اي داتا بيز لو تلاحظ انه دي كلها عباره عن نيوكليوتايد سيكونس بالنسبه لكل الفيرينس اللي هي تقريبا ما مرتبه لكنها هي تبدا من واحد لحد 24 فعندنا 24 ديفرنت فيرينس لو تلاحظوا لما عملنا مالتيبل سيكونسز الاينمنت تقريبا السيكونس از اولموست سيميلر بنلقى في شوية differences يعني مثلا هنا في one variant بنلقى في في position معين بنلقى إنه في G instead of C بنلقى مثلا هنا في عندنا A instead of G هنا also جي instead of C ف minor differences في few nucleotides أدت لنيو variants طبعا السيكونس ال تقريبا 800 وشويه بيس بير انا بس بوريكم جزء بسيط من الالاينمنت لكن لو جينا نشوف بعد ده الفاريانس دي هاو ذي ار ديفرنت فروم ايتش اذر لما نقارنهم مع بعض آه, ممكن نعمل فايولوجنتك تري لو تلاحظوا ان هم ذي ار ستيل فيري كلوز تو ايتش اذر لانهم هم تقريبا آه, الان كلاسترز ان او كلاسترد ان 3 جروبس ده الفيرست جروب من الاند ام جينز فاريانتس وده second جروب هنا وهنا الاند ام تقريبا 10 شوية يعني موجود لوحده. آه لكن لو نحن حطينا في 3 دي اي اي سيكونس ثانية ريليتيد، حنلقى انه المولوكل ديفرنس بقت بعيدة جدا بين النيو سيكونس وبين دي ام فالان دي they are quite similar to each other. ما في big variants لكن آه يعني ما في big differences على مستوى النيكروتايد سيكونس لكن still في differences في الفانكشن آه في الاكتيفيتي اوف ذا انزيم وبالتالي ممكن نسمي كل واحد منهم a new variant. فنحن we need to be very careful when we uh, try to announce a new variant في antibiotics لأنه لو بصينا على الـ NDM for example 9 and 1 and 2 uh, from Klebsiella and Semitobacter وحاولنا نشوف على مستوى الـ amino acid level هنلقى انه there is there is only two single differences, two positions only فيهم single amino acid difference و الديفرنس ده ادى لديفرنت فيرينس uh, ليه ادى لديفرنت فيرينس لانه بكون اللوكيشن اللي حصل فيه تشينج في الامينو اسيد سيكونس هو جزء مؤثر من الانزيم يعني ممكن يكون في البايندينج سايت او يكون في مكان من الـ من البروتين بياثر على الفانكشن يعني لو افترضنا لو حصلنا على ميوتيشن uh, هنا ادت لنيو امينو اسيد سيكونس او ادت لتشينج في واحده من الامينو اسيد ما بالضروره انه التغيير ده يؤدي الى نيو فيرينت وحنوريكم الان بعد شويه كلام يثبت المساله دي طيب خلينا نبص على الـ البريدكشن للبيتا لاكتينيزز في الكليبسيلا احنا الان عندنا مجموعه من الايسوليتس هنا اللي هي السي ار كي اللي هي كليبسيلا اللي هي كاربين ريزيستنت كليبسيلا فعندنا تقريبا 1 2 3 4 5 6 ايسوليتس وستة ايسوليت دي اللي احنا حاولنا نشوف البريزنس اوف ان دي ام 9 اونلي يعني استعملنا في الداتا بيز عندنا استعملنا في المابنج اونلي ان دي ام 9 فيريانت سيكونس داتا ودي التوتال سيكونس كاونتس اللي كانت موجوده في الديفرنت ايسوليت كانت مثلا في الايسوليت الاول كانت 3 مليونز or almost 4 millions كانت 3 millions and 500 almost 500 3 مليون 200000 سيكونس ريتس فدي كلهم عملنا لهم مابين على التمبليت ده اللي هو الـ NDM جين ولا نمبر طيب ده التمبليت لينكس اللي هو تقريبا 813 في كل ال الجينز لانه ده سيز ذا سيم اكسشن نمبر وده النمبر اوف سيكونسز اللي حصل لها مابين على الريفرنس سيكونس وهنا الحاجه اللي بتهمنا عشان نتاكد انه المابين ده بيرفكت مابين حاجتين اللي هي التمبلت كفرج والسيكونسين كفرج او بنسميه السيكونسين ديبس هنا نحن بنحصل على الميديم كفرج ولاحظوا ان الميديم كفرج عالي والتمبلت كفرج از فيري هاي اتس 100% فيبقى في كل ال ال الديفرنت ايسوليتس ديل نحن وجدنا الفيرينس ده موجود طبعا لما يكون نفس الفيرينت different clinical isolates coming from the same hospital, we can assume they are coming from the same source. mean maybe uh, those different patients were infected with the same sero, var or the same genotype circulated in the hospital. This is uh, like this is possible. Like in, and I'm just trying to tell you that you the know, different isolates coming from different patients. we found the same coverage اللي هو template coverage و very high relatively very high uh, uh, sequencing coverage a large number of sequences has been اللي هي uh, mapped على a reference sequence لكن انا اللي عايز الفت نظركم اليه في التابل ده اللي هو ده السنيب كاونت طيب what is the snip count? The snip count أثناء mapping of these sequence reads البرنامج بيعمل بريدكشن او بيحسب السنيبس اللي موجوده السنيبس بمعنى انه السيكونسز اللي فيها ديفرنسز بالمقارنه مع الريفرنس نحن السيت اب اللي استعملناه هنا كان 90% سيميلاريتي يعني لو ما استعملنا 90% سيميلاريتي لو استعملنا 100% سيميلاريتي كان السنيبس دي ما حصل لها لكن اظن ان احنا لقينا على مستوى جين صغير زي ده 13 بيس بير نلقى 8 سنيبس او 2 سنيبس او 3 او 4 ودي احنا ممكن طبعا نعمل لها ايفالويشن نتاكد ان هي هل هي يعني عندها لانه السنيبس نفسها عندها كفرج اد اد سنيب يعني بوزيشن ممكن نتاكد منه فاذا كانت حتى لو كانت السيكونس ال, ال, ال دي of, uh, او السنيب دي اوف هاي كواليتي سنيب still it does not make difference and still the variant is in the N line and most likely you know this is small uh polymorphism yeah يعني أنا أقوله ineffective polymorphism لأن ممكن تكون في أطراف الجين أو في area ما مؤثرة في شكل البروتين أو احتمال تكون mutations بتأدي ل يعني بتؤدي ل uh, nonsense mutations اللي هي mutations وتدي نفس الكودون وبالتالي ما يتأثر الامينو اسيد سيكونس فهي على مستوى الـ nucleocyte ال ممكن تكون mutations، لكن احتمال ما تكون مؤثرة على البروتين سيكونس، بنحتاج إنو نحنا ننظر in more depth في الـ uh, cases، لكن what I would like to say إنه not any mutation you find in a gene uh, responsible of antibiotic resistance, that means you are going to announce a new discovery, a new gene.

ما ممكن نعتبره إنه new variant من ال uh, الأنتيبيوت. طيب هنا I am trying to show you the prediction of different beta lactamase oxygen in a single Klebsiella uh, pneumonia isolate. لو تتذكروا في table اللي قبله كان عندنا multiple isolates, multiple clinical isolates coming from different patients. لكن هنا نحن we do have the same patient. All this data is from the same patient, but we are able to predict different oxygens يعني when we uh, map ال ال ال, ال, ال sequence rates اللي هي كانت نفس النمبر تقريبا لانه طبعا this is a single isolate كلها حوالي 4 مليون read لما عملنا مابين لل 4 مليون read على الداتا database اللي تحتوي على ال different antibiotic resistance genes المعروفه. فلاحظوا انه في بعض الاوكسجينز originally described in cinematobacter في بعضها في الكليبسيلا معظمها في السيمكوباكتر لكن الديفرنت جينز كلها هاز بين predicted فيبقى you can predict multiple اوكسجينز uh, in the same isolate طيب نحن عارفين انه الاوكسجينز ممكن يكون أسماء مختلفه لكنها هي تكون من ناحيه function تكون في نفس الكاتيجوري ليه؟ لانه الاوكسجينز نفسها مقسمه لديفرنت جروبس فالتو جينز ديل اللي هم الاوكسل 66 والاوكسل 73 ديل الاثنين بيصنفوا على انهم من الاوكسل 23 لايك -like انزيمز لانهم they have the same function انيشيالي uh, initially they were described from uh, لكن later has been described from Crepsilla and other uh, bacterial species وكلهم بيعملوا كونفير للريزستنت للكاربينجين فاي ايسوليت بيحتوي على الاوكسل 66 او 73 بيعتبر اللي هو بيعتبر كاربيني بيم ريزيسنت بكتيريا. لاحظوا uh, still there is a very good similarity, uh, very good coverage or uh, very good uh, sequencing coverage. وأحيانا بنلقى بعض السنيبس but still نحنا we do have ineffective uh, سنيبس or polymorphisms موجودة need to be confirmed. قبل ما نحنا we can jump and say we are discovering a new variant لأنه ممكن واحد يقول والله ده ما اوكس 66 ده نحن رجعنا فيه تو سنيبس معناتها اوتوماتيكلي نحن مفترض نعمل له اناونسمنت وننشر بيه بيبر ونقول نحن وي ديسكفرد ان نيو اوكسجين اوربيتال اكتميز اوكسا 66 نسميه مثلا 120 ونديه اي رقم حسب اخر رقم موجود لا ذيس نوت ذا كيس يو نيد تو فاليديت السنيبس دي اول حاجه على مستوى السيكونس ديتا يو فاليديت الاستيم نفسها يو فاليديت الترانسليشن على مستوى الامينو اسيد وبعدين يبقى الفانكشن لانه حتى لو حصل تغيير في الامينو اسيد سيكونس بدون ما يحصل تغيير في الفانكشن انت يو ار نوت ديسكرايبين ا نيو فيريابل ستيل يو ار ديسكرايبين الاوزا 66 او ثلاثة 73 طيب هختم الجزء الخاص بال بالانتبيوتكس اللي هي ب 3 Of two, groups, uh, of two groups of two groups of beta lactamase oxygenes and as I told you the in terms of similarity in structure and in terms of similarity in the function they are classified into uh, groups فمثلا المجموعه دي بيسموها الاوكزا 23 like enzymes يعني even they don't mention 49 -40 -40 -40. كلها بيسموها 23 like enzyme لانه ده الانزيم الاساسي اللي تم اكتشافه وعرفه آه النشاط آه يعني بتاع الانزيم في الهيدروليزيز والانكتيفيشن اوف انتيبايوتكس فذيس از وير كاركترايز فكل الليتر آه ال فيرينس اللي بيتم اكتشافها وبتكون شبيهه في الفانكشن وقريبه من ناحيه السيكونس بيحطوها في نفس الجروب فحنلقى انه عندنا اوكزا 23 لايك -like انزيمز وحنلقى برضه الاوكزا 51 لايك -like انزيمز فدي مجموعه من ال uh, variants لكنها هي having the same uh, function وفي نفس الوقت they are من ناحيه sequence they are very close to each other. فلما نعمل phylogenetically a sequence of these genes اللي موجوده في الداتا بيز نعمل multiple sequence alignment ونرسم او نعمل construction phylogenetic tree بنكتشف بسرعه انه ليه المجموعه دي سموها اوكزا 23 like enzyme لانهم they are quite similar to each other على مستوى الفانكشن and على مستوى السيكونس طيب نحن كده الآن حننتقل لجزء ثاني في البرزنتيشن حنتكلم عن اللي هو ال population genomics أو ال population genetics على مستوى يعني small targets وكان طبعا في بعض الاسئله زي ما ذكرت لكم كان عن الريبوزوم دي ان اي في المره الماضيه في البكتيريا وفي الفنجاي والناس كانوا بيتكلموا هل نحن نستعمل ال 16 اس هل نستعمل الاي تي اس سيكونس داتا تو ستادي البايلوجيني اوف ذا اوف ذا ديفرنت يعني ايسوليتس فروم ذا سيم سبيشيز اور نوت فانا اود لايك تو جيف يو ا ريل اكزامبل أنا uh, I do have هنا الـ ITS2 sequence reads أو الـ ITS sequence data uh, جاية من uh, reference uh, isolates فدي كلها عبارة عن reference isolates اللي هو المادريلا مايستوماتيز عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة uh, different uh, reference sequences كلها عم لها retrieval من الـ database دي كلها تابعة للـ CBS uh, culture collection في في أوتريخت فـ كلها isolate well characterized وير well identified فمعروفه عندها ارقام في الداتا بيز وعندها accession number هذا واضح طيب طيب فنحن الان جبنا هنا مجموعه من اللي هو من تي ITS2 sequence data ولو تلاحظوا الطول بتاعهم كلهم 164 base بير حتى حطينا معاهم اللي هو مادريلا تروبيكانا سترين برضه سي بي اس سترين ولاحظوا 158 في الطول حطينا مادريلا تروبيكانا سترين ثاني 163 بيز بير ومادريلا تروبيكانا سترين سي بي اس برضه 155 بيز بير. حطينا معاهم مادريلا سودومايستوماتيس تو سترينز ومادريلا فحلي سترين also سي بي اس سترين واحد الآن بقت عندنا مجموعه من السترينز من المادريلا سبيشيز كلهم مادريلا سبيشيز لكنهم ديفرنت سبيشيز كلهم مادريلا جينس لكنهم ديفرنت سبيشيز رينج بين مادريلا مايستوميتيز تروبيكانا السودو مايستوميتيز والفحلي طيب خلينا نقارن السيكونسز دي ونشوف من ناحيه فايلوجيني هل هم شبيهين ببعض ولا لا يعني هل الفايلوجيني هنا مفيد ولا غير مفيد طيب الاكسبيرمنت دي هي عباره عن ايه؟ عباره عن اكسبيرمنت عملناها نحن من رو سيكونس داتا من environmental سامبلز يعني احنا عندنا مجموعه من environmental سامبلز عايزين نعرف هل المادرولا مايتوميتس موجوده فيها ولا لا فكنا بنعمل سيكونس للاي تي اس 2 ريجون وبعدين بنعمل مابي للسيكونس ريدز على الداتابيز اللي بتحتوي على السيكونسز دي وبنشوف الريزلت اوف ذا مابين طيب خلينا نشوف المابين شكله كيف دي واحدة من العينات ودي example of a negative sample uh, and as you could see uh, دل ال number of sequences اللي استعملناها زي 87 ألف uh, sequence read المابين كان على العدد ده من ال reference sequences زي ما شوريناكم في الشريحة اللي قبلها وده ال number of sequence count اللي حصل لهم مابين على ال reference sequences دي لكن لاحظوا انه هنا العدد كبير جدا يعني هنا حوالي 4000 من ال 87000 دي حصل لهم ما بين على الريفرنس سيكونسز دي يعني الاولى دي اللي هي المادريلا فحلي عندنا 4588 سيكونس آه، هنا عندنا برضه كلهم 4000 4000 4000 الا هنا تقريبا في سترين واحد من مادريلا ما ميسومتس كان العدد بتاع السيكونس في ال اقل من آه غيره من العينات طيب لاحظوا انه التمبلت كافريج فيهم كلهم ما كان بيزيد من كم من 50% في 50% ده بيعني انه none of these يعني sequence reads اللي حصل لها مابين هي uh, تابعة للمادريلا مايستوميتيز او المادريلا سودو او تروبيكانا او مادريلا طحالي none of them uh, were considered to be positive لانه احنا what we are expecting in short reference sequence انه يكون coverage at least above 97 98% من ال التمبلت should be covered بالسيكونس لو بصينا على الـ على السيكونس مابن ده عندنا هنا في الصوره دي اللي هي دي عباره عن السيكونس اللي هي بتبدا من صفر لحد 100 تقريبا 64 وهنا ده المابن لو تلاحظوا ان المابن كان في الجزء الاول بس من السيكونس لكن هنا ما كان في اي مابن يعني المابن هنا اولموست زيرو وده بيفسر لنا ليه احنا عندنا very high number of sequence count mapped على reference sequences لكن still it's not covering an entire reference sequence علشان كده has not been predicted as positive واحتبرنا a negative sample فاحتمال يكون في sample دي في مادريلا similar to مادريلا يعني فنجاي في, في فطريات شبيهة بالمادريلا أو مادريلا species other than the species اللي احنا استعملناها ك هنا طيب هنبص على example ثاني وده مابين برضو نفس الاكسبيرمنت برضه environmental uh, sample وعملنا لها برضه مابين على madriella uh, species uh, reference sequences و this is an example of, uh, of positive لانه لاحظ انه هنا the template covered, uh, 100% مع ال مايستوماتيس و100% برضه مع المادريلا ما سترين هنا و100% مع المادريلا فحلي سترين فيبقى نحن الان باستعمال الاي تي اس سيكونس داتا اللي هو الاي تي اس 2 نحن we are not able to differentiate at least now between the medulla mysomatis and فحلي لأن الاثنين ادونا 100% coverage عندنا high number of sequence has been mapped وبرضه السيكونس الميديوم كفرج از فيري هاي اند اف يو لوك هي في ال... في, ال... في الديجرام اللي تحت ده او في الصوره اللي تحت دي بتوريك ال... الكفرج فلاحظوا انه الكفرج يعني كان عالي جدا على طول الريفرنس سيكونس وده بيؤدي ده بدل على انه الكفرج فعلا 100% وانه السيكونس عالي جدا يعني هنا الافرج يعني وصل تقريبا لقريب 4000 في بعض الايسوليس لكن الميديم كفرج تقريبا كان حوالي 2700 آه وشويه وده يدل علينا اتس بوزيتيف سامبل لكن ستيل اتس نوت ذا سيم يعني او اتس نوت فيري سنسيتيف في ديفرنشيشن بين سترين آه. او بين ايسوليت آه. زي المادرولا آه فحلي وبين المادرولا مايستوليتس وانا افتكر انه من انسب الناس اللي ممكن يتكلموا على الموضوع ده زميلتنا الدكتوره ساره عبد الله لان شغاله في نفس السنتر وعندها خبره جيده جدا احسن مني في موضوع الـ الـ Identification اوف Fungi باستعمال الاي تي اس والاذر ماركرز الموجوده في الجينوم ونتمنى ان يوم تقدم لنا محاضره عن الفايلوجينيتكس Fungi اوف فانجاي والباركود كلينيكالي امبورتنت Fungi ولانها هي اكثر واحده لصيقه بالمجال ده حاليا. طيب خلينا نشوف ال ال اللينك هنا أنا I hope this link work. طيب اللينك ده ودانا لوين؟ ودانا ل ل للأوريجينال لاحظوا هنا عندنا 71000 سيكونس ريتس دي نفسها اللي استعملناها نحن في الاكسبيرمنت قبل شوية اللي شفناها هنا هي نفسها دي 71000 sequence هنا لكن هنا الفرق انه المابن على its 2 sequence data فقط على الاي تي 2 يعني جزء من الرايبوزومال جينز ما كل الرايبوزوم الجين لانه الرايبوزوم الجين زي ما عارفين في اللارج سب يونت السمار سب يونت ال 5. اس سب يونت وعندنا its 1 والايتس 2 اللي هي ال internal transcribed special 1 and 2 فنحن الان هنا وي ار جاست the its 2 لكن لو بصينا هنا على الاوريجينال ديتا هنلقى انه السيكونس داتا نحن عملنا لها الان ما بين على داتا تحتوي على كل الفنجاي كل الفطريات فلو اخذنا القطف فاليو بالنسبه للتمبلت كفرج اللي هو هنا لو اخذنا الكفرج بتاعنا او القطف على بس 50% يعني اي حاجه اقل من 50% الان هنا ما موجوده ما ما ظهرنا نتكلم يعني عن 50% وانت ماشي هنلقى انه في 67% ده اكبر كفرج حصلنا عليه وده بيجي ما في برضه الميديوم كفرج اللي هو عالي جدا لكن هنا بيجينا على different fungi لأنه this is an environmental sample ففيها sequence rates جاية من different fungi جاية من fusarium مثلا جاية من malassezia species جاية من chitomium جاية من different fungi including المادريلا فحلي اللي هي هنا الكوفريج تقريبا 60% ولو نزلنا شوية هنلقى في برضو المادريلا, المادريلا تروبيكانا هنلقى الكوفريج تقريبا 60% والمادرون لما يستمتس برضو الكفرج آه مش بطال طيب لكن لما نيجي نعمل فاين مابين على التارجت سيكونس آه تكون بس الاي تي اس 2 بنلقى انه وي كان امبروف الادكيشن لانه هنا في جزء كبير من الـ من التمبليت هاز نوت بين كفر لانه ذيس السيكونس اللي موجوده هنا هي عباره عن السيكونس لكل الريبوزوم دي ان اي جين كومبلكس آه اللي هو بيشمل جزء من ال 18 s وجزء من ال 23 او 26 s اللي هو اللارج سب يونت وبيحمل بيحمل بيشمل, بيشمل برضه الاي its 1 والاي تي اس 2 طيب انا عايز اوريكم الفايلوجيني لما نحن نحاول نعمله بيزد على النوع ده من السيكونسز يعني لو نحن عندنا سيكونسز Coming فروم ذا سيم Coming فروم ذا سيم Isolate يعني yani مادريلا مايستوماتيس وعندنا ايسوليت مثلا سودومايسيتوميتيز وعندنا تروبيكانا وعندنا فحري عايزين نشوف لو عملناهم فايلوجيني كيف حيكون شكلهم فلما تعمل فيلوجيناتيك 3 من الاي تي اس 2 الاي تي بيظهر لك بكل وضوح في الفيلوجيني ان المدرولا مايستوميتيز دي ار كلاسترز توجذر لانه دي ار ايدنتيكال in انهم different isolates coming from different Uh, patient materials يعني كل واحدة من دير عبارة عن clinical isolate جاية من patient مختلف لكن لأنهم كلهم مادريلا مايستوماتيس فعلى مستوى تي اس 2 ما بنقدر نفرق بينهم they are identical to each other ولاحظوا المدرولا سودو مايستوماتيس very related بالمادريلا مايستوماتيس لكنهم still they are different from المدرولا مايستوماتيس ونفس الشيء ينطبق على المدرولا تروبيكانا they are all clusters together. و اللي فحالي they are also close to them لكنهم برضه هي isolated منهم في التري. What does this mean يا دكتور نادر اللي انت سالت السؤال المره الماضيه انه لما نحن نستعمل ITS 2 او نستعمل 16S for example من لعدد من ال isolates belonging to the same species ونحاول نستعمل الداتا دي فور فايلوجيني غالبا ما بتكون فيري انفورماتيف لانه لو لاحظت انه الايسوليتس ديل هم في الحقيقه ما تيبكال هم ديفرنت ايسوليتس لكن لانهم بلونج تو ذا سيم سبيشيز عندهم فيري سيميلار ITS2 sequences ونفس الشيء ينطبق هنا معناته انه ال 16S وال ITS2 is a nice sequence marker for microbial population genetics اور جينومكس لما يكونوا unrelated species سبيشيز بمعنى انه ايزر يكونوا ذا سيم جينس لكن ديفرنت سبيشيز او يكونوا ديفرنت جينرا فهنا انا ممكن استفيد من السيكونسين اوف ذا 16 اس او الاي تي اس سيكونس واقدر اعمل لهم phylogenetic تري واقدر اقول والله انه دول بيشبهوا بعض ولا ما بيشبهوا بعض لكن لو انا الان حطيت في الشجره دي Uh, يعني اي ايسولييتد ماديولا مايسيز جاي من اي ريجيو من الدنيا احتمال كبير انه يكون كلاستر معاهم از ذا سيم لوكيشن ويكونوا ايدنتيكال تو each other لانه ما في ديفرنسز كبيره على مستوى الاي تي اس 2 علشان كده الجماعه شغالين الان في ال في الفنجل يعني باركودين وفي الفنجل فرج نتيكس ار اد وي ار ادين مور ماركرز ار نوت اونلي يوزين الاي تي اس 2 they ار يوزين the multiples Uh, multiple markers to study the phylogenetic relation between a closely related uh, fungal species. طيب. what is the summary? the summary in the dna sequencing, whether in the targeted sequencing or whole genome sequencing, or hata, uh, metagenomic sequence data can be used to predict the uh, phenotype, such as the serotype. وبرضه we can use it to predict the antimicrobial resistant genes and to study the different variants وده ببساطة أنا لو اكتشفت إنه أنا عندي أي resistant gene أنا ممكن أقارن ال sequence of this particular gene مع ال other gene variants اللي published في literature وأحاول أشوف whether إنهم they are related ولا ما related وهل في احتمال إنه يكون عندي new variant ولا لا وبرضه السيكونس داتا Allow us to study the في الكلينيكال ايصوليتس او في الانفيرمنتال سام زي ما شفنا نحن الان المثال اللي اخذناه كان على Environmental سام وممكن كان يكون برضو على كلينيكال اه سام وبكده نحن نكون وصلنا يعني بعون الله سبحانه وتعالى لنهايه ال الدرس بتاع اليوم وان شاء الله اذا في اي اسئله او في اي مداخلات نرحب بها وان شاء الله نحب مشاركه الجميع وشكرا جزيلا جزاك الله خير يا ابو رفع عبد الله على ما أسلفت من محاربة يعني سلسه وجميله وقنيه حقيقه بالاكزامبل لانه الناس فعلا محتاجه مرات التطبيق لمجموعه من النماذج آه استلم من من خلال كلامك اللي ذكرته واللي يعني آه انت بترى انه مثلا بناء على حسب التارجت انه بدل مثلا الشخص انه يرسل بعد ما مثلا عمل بي سي ار في اللاب ويتأكد دي مثلا انه في الاكسله او دي اتش بلوراي هل بعد ذاك يقوم يرسل دي ان اي لكامل بيور بعد ما يتاكد من ال... بالنانو دروبر او بالجل انه الدي ان إيه ده بيور يرسله على مستوى بتاع هول جينوم سيكونس ولا ولا يستل ممكن انه يرسل على مستوى بتاع سواء كان بكتيريا مستخدم 16 اس ار ان اي او الانترنال ترانسكرايب سبيسر ده السؤال الاول تمام آه السؤال الثاني آه الملاحظ انك مثلا انت استخدمت بريدكشن للسيروتايب آه او الشغل بتاع البريدكشن بالنسبه لنا للبيتا او الاوكزا جين او الان دي ام طب انت بتفضل مثلا انه انا من هنا اكون عامل البرايمر وحددت الانتيبيوتيك مثلا انا اكون عملت ديتكشن للريزيستنت جين في الموجود في الانتيبيوتيك وارسله كسنجل ولا برضه ستيل يعني هو قريب للسؤال الاول انه ارسله على مستوى الهول جينوم واخلي السيكونس يعمل لي بريدكشن للكلام ده طب سؤال الاخير والتالي بالنسبه لعمليه التحديد يعني بلاحظ انك انت لما عملت البريدكشن للانتوبيوتيك وقلت والله resistant بالنسبه لعملت عملت للكفرج والميديم بتاع الكفري واخترت سلكشن از بريدكشن كجانب بتاع بروبلتي او احتماليه احصائيه انه عملت على الشيء الكومن انه 90% من الكفري طب انت بتقول مثلا هنا والله الميوتيشن دي ان افكتيف how you know this is unaffected يعني لانه يعني مرات يعني في برامج بتكون في السنيبس مور سبيسيفيك يعني يعني مثلا زي البروجك هوب او ون ميوتيت يقوم يعمل بريدكشن للاستابيليتي بتاعت التشيريتي او الكونترول ريزيديور او النيتشر بتاعت الريزيديور من خلاله انه نقول والله في ميوتيشن ما في ميوتيشن أه واحيانا مرات أه الكلام ده كله منبني على الداتابيز لو أساسا انا الداتابيز uh, غير موجود فيها uh, another isolate او another prediction resistant جين او لسيرو هاو How I know if this is a, a new strains or there is a new mutation of certain type of target on the bed. Thank you. جزاك الله خير يا دكتور اخونا آه آه دكتور نادر الاسئله اسئله جميله وجيده وتسري النقاش حقيقه. طيب انا عايز ابدا باخر واحد. اللي هو انت اتكلمت على انه قلت يعني باي ان ويتش بيزز انا قلت انه السنيبس دي uh, از ان ايوه اولزو انه في سنيبس إنو... إيه. موجوده لما عملنا ماب بين ريتس على الريفرنس سيكونس بتاعت الانتيبيوتيك فيرينتس كان في شويه ميوتيشنز uh, لكن الميوتيشنز ال دي انا انا اعتبرتها ان uh, طبعا ليه انا اعتبرتها ان افكتيف لانه انا استعملت هاي سترينشيسي يعني الاسترش هولد كانت عاليه نحن دائما كنا بنعمل بريدكشن بتقريبا 90% وبنستعمل التمبلت كفرج 80% وده طبعا ده ما ما الاسترش هولد اللي انت بتستعمله فور ديسكفري انت لو عايز تديسكفر نيو فيرينس يوجوالي يو لور اللي هو الكفرج ممكن ل 50% او 60% ويلور السيميلاريتي ل 80% او اقل علشان تبدا تكتشف النيو فيرينتس لكن آه الـ نفس الفيريان ده انت اللي احنا لقيناه كيف احنا اكتشفنا انه والله الفيريان ده او الـ الـ زي ما قلت لك اذا في سنيبس السنيبس دي غالبا طالما حصل بريدكشن لنفس الفيريان من الـ من الداتا بيز انا بفترض انه هو انفكتيف آه 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 لحد ما انا اعمل له كونفرميشن والكونفرميشن زي ما انا ذكرت اثناء الكلام بسرعه انه انا اي نيد تو ايفالويت الميوتيشن نفسها هل الميوتيشن دي اوف جود كواليتي ولا اوف لو كواليتي طيب كيف اعرف ال, uh, انه السنيب دي اوف لو كواليتي اوف هاي كواليتي وين يو ديل ويز ان جي اس داتا يوجوالي يو ار نوت سيكونس ان وان لايك ستراند مش زي السانجر سيكونس السانجر سيكونس احنا بكون عندنا الماكسيمم كفرج ممكن يكون 2 2x اذا كان حصل اوفرلاب بين اللي هو الريد 1 وريد 2 لانه انا بعمل سيكونسين من 2 دايركشن في الفراجمنت فاذا حصل اوفرلاب الحته اللي بيكون فيها اوفرلاب دي دي بيكون فيها الماكسيموم سيكونس كفرج اوف 2 لكن في الان جي اس لا انا في الان جي اس ممكن يكون عندي انا زي ما وريتكم ممكن يكون عندي 5000 6000 سيكونس ريدز حصل لها مابين على فراجمنت طوله 813 بيس بير فده بيعني انه السيكونسنج كفرج ما بيكون واحد ولا بيكون اثنين ولا بيكون ممكن يكون 10 ممكن يكون 20 ممكن يصل بالالاف زي ما كان موجود في حاله البريدكشن بتاع السبيشيز في الانفيرمنتال سامبل على المدرولا مايستوماتيز سيكونس داتا فلما يكون السيكونسنج كفرج عالي انا بقدر اشوف السيكونسنج كفرج ات ذا ات ذا بوزيشن فاذا كان السيكونسنج كفرج عالي ده بيعني ان اتس ا جود كواليتي سنيب أنا بعتبرها انها يعني سنيب حقيقيه فيريانت حقيقي على مستوى النيكلوتايد لكن ستيل اي نيد تو فاليديت اللي حصل على مستوى النيكلوتايد هل بياثر على الامينو اسيد سيكونس ولا لا؟ وحتى لو حصل على يعني اثر على الامينو اسيد سيكونس وتغيرت السيكونس على مستوى الامينو اسيد سيكونس اي نيد تو اوك اولسو تو بريدكت السكندري ستراكشر اوف ذا بروتين عشان اشوف هل غيرت الاستراكشر بتاع البروتين وبالتالي ممكن تاثر على الفانكشن ولا لا واحيانا كثيره بكون عندنا تشينج على مستوى الامينو اسيد ويحصل تشينج في البروتين استراكشر بدون ما ياثر على الفانكشن لانه ممكن يكون الميوتيشن دي ما موجوده في البايندينج سايت اوف ذا بروتين فبالتالي بتكون ineffective انا ليه بقول الكلام ده يا دكتور نادر عشان نحن كباحثين ما نستعجل مش مجرد ما تلقى انت سنجل اور اور ميبي 2 اور 3 اور ايفن ملتيبل سنبس في اي جين انت عملت له سيكونس تقول والله خلاص انا ديسكفر ذا نيو ميوتيشن وانا حامل ريبورت على الميوتيشن دي لا يو نيد فيرست تو ايفالويت الميوتيشن او السليب تاكد ان اول حاجه في جود كواليتي وان عندها افكت على الامينو اسيد سيكونس وانه حتى على تغيير الامينو اسيد سيكونس بيغير مستوى ال البروتين فانكشن انا على inactivating enzymes في حاله antibiotics بكل بساطه ممكن اعمل يعني اختبار في المختبر انا استعمل نفس الانزايم الجديد ده اللي حصل تغيير في السيكونس واجربه واضيفه للانتيبايوتيكس واشوف الكينيتيكس اوف ذا انزايم هل حصل فيها زياده ولا حصل فيها انخفاض يعني بد انا to confirm ال change او variant biologically في اللاب ما اقدر اعتمد على الباي انفورماتيك تولز ولا على السيكونس داتا عشان اقول والله انا اي دو هاف ا نيو فيريانت من الانتي بايوتيك ريزيستنت جين او اي دو هاف ا نيو انتي بايوتيك ريزيستنت جين ايذر نيو فيريانت او ا كومبليتلي نيو جين وي نيد تو بي فيري كيرفول وين وي ورك وذ السيكونس داتا وي نيد تو فاليديت السنيبس وي نيد تو كونفيرم انه في تشينج على مستوى الامينو اسيد وي نيد تو كونفيرم انه في تغيير على مستوى الفانكشن اوف ذا بروتين اذا ده كله ما عملناه وما نقدر نحن نمشي بمرحلة الببليكيشن ونقول والله نحن وي ديسكفر سمثينج نيو عشان كده انا بقول نحن إن انا بعتبرها ان افكتيف ان ليس انه نحن قدرنا نعمل لها كونفرميشن ولاحظت يا دكتور نادر ولاحظت يا اخوه انه نحن ذكرنا بعض ال ال النيو او مش النيو خلينا نقول الانون سيرو تايبس في عدد كبير من الايسوليتس <Safari> اللي عندنا وده يدل على انه عادي جدا انت ممكن تلقى نيو فيرينت من الـ من السيرو تايبس زي ما المره الماضيه وريناكم ان احنا حصلنا على 3 نيو مالتي لوكال سيكونس تايبس من من ايسوليتس من اوت اوف 7 ايسوليتس ان مكه فايتس اتس بوسيبل لكن يو نيد تو فاليديت الداتا الفاليديشن بيتم بانك ترسل الرو سيكونس داتا ترسل الاسمبل جينوم سيكونس فايل للداتابيز بسموهم الكوريوترز اللي هم اللي بيراجعوا السيكونس دي وتاكدوا انه ذيس از ريلي ا نيو فيريانت وبعدين يدوها نيو نمبر وتكون موجوده في الداتابيز اذا كانت داتا بيز اوف سيرو تايبس او داتا بيز اوف سيكونس تايبس او اي داتا بيز بتاعت انتي بايوتيك وكل التولز اللي احنا بنستعملها دي يا شباب بيحصل ابديتنج بطريقه مستمره للداتا كل ما يتم اكتشاف نيو فيريانت بيضيفوه للداتابيز فلذلك انت يو نيد تو بي شور إنك you are using up to date databases زي ما تكلمنا المرة الماضية عن الكواليتي the quality of your databases. أتمنى أكون يعني قدرت جاوبت على السؤال اللي هو ما, ما يتعلق بالvariants وال ال 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 اللي ممكن نكتشفها فيها. طيب في سؤال ثاني متعلق به ولو السؤال اللي كان قبله طوال اللي هو عن ال the جينز genes نفسها إذا أنا شغال study كلينيكال على كلينيكال ايسوليتس او environmental ايسوليتس وعملت uh, sequencing او عملت ديتكشن باستعمال البي سي ار لنون يعني ريزيستنت جينز هل في حاجة انه انا اعمل سيكونسين؟ uh, ده سؤال uh, كويس انا افتكر انه يس yes, انت ممكن تعمل سيكونسين اذا كنت شاعر انه احتمال الجين ده يكون نيو uh, variant او انه has been detected with BCR primers لأنه apparently the BCR primer annealing sites has not been changed لكن انت still حاط احتمال انه ممكن يكون حصل few changes ممكن تكون شاعر انه الانتيبايوتيك ريزيستنت في الميكروب ده كانت فيري فيري uh, يعني بوتنت كانت مختلفه من الريزيستنت اللي انت متعود عليها كان الزون كبير جدا او الام اي سي كانت فيري لو فأنت شاعر إنه عفوا يعني very high MIC فأنت شاعر إنه uh, it's not like the other uh, antibiotic resistant genes اللي أنت عارفه فإذا أنت كنت محظوظ وأنو PCR uh, detection في PCR كان positive uh, if you if you need to do sequencing yes you can do sequencing no 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 issue لكن إذا عايز to do sequencing just for confirmation of the presence of this particular antibiotic resistant genes ده انا بعتبره waste of time and waste of resources انت if you are lucky enough انك to detect a resistant gene by PCR you don't need to sequence unless انه انت زي ما قلت لك عندك كده احساس انه الجين ده ما طبيعي فانت عايز تدرسه لكن اذا كان الموضوع بس يعني epidemiology عايز تقول والله انه الجين detected ولا ما detected ما في داعي تعمل sequencing لانه this is just يعني ويست اوف ريسورسز وبس انت عايز تزين الببليكيشن او السيزون بانك والله انا عملت سيكونس لكن ما في داعي للسيكونس الافضل انك ما تعمل بي سي ار الافضل انك تعمل هول جينوم سيكونس اذا عندك فلوس تعمل هول جينوم سيكونس وفتش على كل الريزيستنت جينز لانه عاده نحن لما نتكلم عن مثلا مثلا البيتا لاكتم ريزيستنت جينز ما في سنجل uh, ستدي يعني ما في سنجل سنتر في الدنيا ممكن يعمل بي سي لكل الريبورت جينز ما في ما في لانه الجينز كثيره جدا على مستوى مثلا الشيف جينز والتيم جينز والاوكسي وال والان دي ام جينز اتس ا هيوج نمبر اوف اوف جينز uh, اللي هي مرتبطه بالاكويرد ريزيستن جينز اللي معروف انها بتعمل ريزيستن في البيتا لاكتام انتي بايوتيك از اونلي وان كلاس اوف فمستحيل تعمل بي سي ار لهم كلهم انت عاده بتعمل بي سي للكومون جينز اللي انت عارف انها موجوده في المنطقه بتاعتك او متوقع تلقاها لكن ده بي ده بيكون يعني فيو ليميتيشن كبير لانه انت في كثير من الاحيان في جزء من الجينز ما بيحصل لها ديتكشن السبب انه ممكن يكون في نيو فيريانت. آه السبب انه ممكن يكون في جينز غيره يعني مثلا لو انت عندك آه ايسوليت كان كاربين ريزيستنت فانت ما بتقدر تعمل بي سي ار تو كفر كل الكاربين ميموري جينز فالافضل انك تعمل اذا عندك ريسورسز تعمل سيكونسين وبعدين يو سيرش اند يو لوك فور اول جينز اول بوسيبل جينز نون لانه الميثودولوجي حتكون واحده التول حتستعملها غالبا حتكون واحده يو اونلي نيد تو بي شور انه الداتا بيز بتاعتك اب تو ديت اند ذن يو كان ران التولز اند يو كان بريدكت اند يو كان ايدنتيفاي كل النون ال ال أنتي بايوتيك أكويرد أكويرد اكوايرد انتي جينز في ون اكسبيرمنت. طيب خليني اتكلم عن البريدكشن اوف اوف سيرو تايبس انا كده يا دكتور بعدين ذكرني بالسؤال انا كتبت لكن كانه ما متذكر السؤال بالضبط لكن انت ذكرت كلام عن ال ITS2 وال 16 اجين again if you if you are using تي ITS2 to confirm the identification I doubt that you know, this is a good practice, That we use the ITS to our 16S for identification. If I have the to identify bacteria or fungus, there is no need in Nuana to perform ITS to sequencing or 16S sequencing. But again, if you have the resources to sequence color isolates that you yes, you can use a sequence data for species identification, ويزر انها اذا كانت بكتيريا ب 16 اس او الاي تي اس في حاله الفنجاي او اي اذر ماركرز زي ما قلت لكم الان في الفنجاي مثلا ما بيستعملوا بس الاي تي اس 2 والاي تي اس 2 الاي تي اس 1 في اذر ماركرز اوسو ذي كومباين الداتا وذي يوز فور بريدكشن اوف اوف سيكونس يا ريت يا دكتور نادر لو تذكرني بس انه سؤالك كان ايه عن البريدكشن اوف سيرو تايبس لاني كاني انا قصدي بالنسبه للطريقه بتاعت السانجر ميثود هل انا اذا استخدمت البارت بتاع سيرتن تايب من البرايمر لتحديد السيرو تايب ات كان بي بريدكشن فور السيرو تايب اي, أي فهمت يا نادر نفس القصه نفس السؤال بتاع الانتي بايتس نحن الان مشكلتنا انه ما بنقدر نستعمل الانتي سيرا كلها لو احنا عندنا الانتي سيرا اللي بنستعملها تو بريدكت السيرو تايبس في الشجله والسالمونيلا ذير از نو نيد فور whether ويذر انه سانجر سيكونسينج ولا نيكست جنريشن sequencing. اذا احنا عندنا الانتي سيرا في اللاب موجوده وعندنا enough ستاف وعندنا اناف تايم خليهم يشتغلوا يملوا وقتهم يعملوا سيرو تايبنج ما في مشكله هنحصل على السيرو تايب في الاخير لكن انا بتكلم عن انه نحن الان بالسيكونسين اذا عملنا هول genome sequencing we don't use primers لانه لما نيجي نتكلم عن انه انا اعمل برايمر تو امبليفاي سيلكتد جينز علشان نستعمله فور بريدكشن اوف سيرو تايبس ان وي ار جوينت تو مس هندريدز اند هندريدز اوف سيرو تايبس لما نيجي نتكلم عن السالمونيلا فور اكزامبل السالمونيلا فيها اكثر من 2000 سيرو تايب معناتها احنا محتاجين نعمل 2000 بي سي ار باستعمال 2000 برايمرز علشان تو كفر كل الباسيبل سيرو تايبس لكن اذا قلت لي لا والله يا اخي انا انتريستد بس في اربعه وخمسه سيرو فارس في السالمونيلا دي الباسوجينيك الباقيه اللي بتعمل انفكشن في الدجاج واللي بتعمل انفكشن في الحيوانات الثانيه دي احنا ما عندنا اي رغبه فيها اقول لك يس انت لو عايز تعمل كده معلش اعمل بي سي ار ما في مشكله لكن اذا انت عايز تعمل ريسيرش تو ايدنتيفاي السيرو فارس اللي موجوده في السالمونيلا او السيرو تايبس اللي موجوده في الشيرش كولاي حتى اللي انت بتعرفها واللي ما بتعرفها انت يو نيد تو كفر ايفريثينج تو كفر ايفريثينج you cannot start with bcr products and you send it for sequencing until no. you start with sequence data that cover the genes responsible for the h antigen or i don't say you need to go for whole genome sequencing not like in but what you can do you can enrich the genes to predict السيرو تايبس تو بريدكت الاو انتيجين والاتش انتيجين مثلا في في السيشا كولاي يعني عندك تو جينز بتعمل لهم بي سي ار تعمل كومبليت امبليفيكيشن ل تو جينز وتعمل سيكونس للتو جينز وبعدها تعمل اناليز السيكونس داتا تو بريدكت السيرو تايب لكن ما بتستعمل برايمر معين سبيسيفيك برايمر لسبيسيفيك سيرو تايب لا ما ينفع تعمل انريتشمنت للتارجت وبعدين تعمل سيكونس وده اللي بيحصل الان في السيكونس حتى في النيكست جنريشن سيكونس ان احنا عاده وي دونت سيكونس الهول جينوم الليس انه وي ار وركين وذ سمول جينوم زي البكتيريا او الفيروسز وعندنا انف ريسورسز واحنا وي ار لوكينج فور مالتيبل بارت من الجينوم عندنا مالتيبل ماركرز عايزين نستعملهم فور كاركترايزيشن لكن اذا كان الريسيرش كويشن انه انا عايز بس تو بريدكت السيرو تايبس في السيشكل انا اي دونت نيد تو جو فور هول جينوم لانه خلاص احنا زي ما قلنا قبل كده اكثر من مره أنه الشيتس كولاي ويل well ايدنتيفايد مثلا بالكونفشنال ميثودز او بالاوتوميتد ميثود وخلاص ما عايزين نعرف معلومه ان هي آه ايه يعني بس عارفين ان هي الشيتس خلاص كفايه بس عايزين نعرف السيرو تايب لان هي ايسوليتد فور اكزامبل من بيشنت عنده دياريه عايزين نعرف هل هي واحده من الديارجينيك سترينز ولا لا فهنا ممكن نعمل فيري simple بي سي ار تو ريتش only two genes آه الجينز دي اللي هي مسؤوله من الشكل بتاع السوماتيك انتيجين والفلاجلر انتيجين ودي نعمل لها سيكونس والسيكونس برضه ممكن يكون سانجر سيكونس وممكن يكون ان جي اس بعدد كبير من الايسوليت انا يعني ممكن يكون عندي 384 ايسوليت مع بعض كلهم اعمل ريتشمنت للتارجت جينز واحطهم كلهم في وان سيكونس ران كلهم في سمول تيوب اعمل لهم سيكونس كلهم مع بعض واحصل على فيري هاي كفرج ليه؟ لانه التارجت فيري سمول فدي ممكن نعملها للبريدكشن للسيرو تايبس لكن فورجيت ابوت البرايمرز احنا بنتكلم هنا عن برايمر جست تو ريتش التارجت عشان اوضح لك الموضوع مثلا انا ممكن اعمل 16 اس باستعمال ان جي اس فكل اللي بحتاج اعمله انا اي ويل الاريا اللي فيها الفاريبل ريجن 3 اند 4 اللي انا بستعملهم اصلا

large or you can sequence large number of isolates at very low uh, price يعني really very low price طيب في سؤال أنا هنا شايفه من بعض الأخوة does it important that the primer completely buy into the sequence or decrease the annealing temperature may help in attachment uh, السؤال ده كان سؤال عن ار يعني ما, ما سؤال عن ال sequencing والكلام ال ده صحيح نحن نحن لما نكون عايزين البرايمرز الانيلين بتاعي يكون فيري سبيسيفيك يوجوالي ان احنا وي يوز الانيلين تمبريتشر تكون نوت ليس ذان يعني اراوند يعني 5 يعني ديجريز ليس ذان الميلتين تمبريتشر اوف ذا برايمرز علشان نحصل على هاي سترينشز يعني عشان نحصل على سبيسيفيك انيلين uh, وبالتالي سبيسيفيك امبليفيكيشن كل ما نقص الانيلين تمبريتشر احنا بنحصل على نان سبيسيفيك بايندينج للبرايمرز وبالتالي بنحصل على نان سبيسيفيك باندز عشان كده لما نيجي نحن نعمل ديزاين لبرايمرز جديده uh, البرايمرز قبل ما نستعملها بنعمل لها ايفالويشن وفاليديشن بانه نحن نتاكد انه التمبريتشر المستعمله uh, اول حاجه بتؤدي الى جود امبليكونس وفي نفس الوقت ما بتدينا مالتيبل باندز ويس نحن الموست امبورتنت بارت في البي سي ار سايكلز اللي هو الانيلين تمبريتشر تفضل يا دكتور نادر أه الحته بتاعت الكت دايرة افهم من الجزئيه الاخيره يعني مثلا في طالب بتاع بي اتش دي عشان نكون as example يعني يكون الحاجه دي one by one تكون مفهومه اشتغل على الاستروبتوكوكس بايوجين. طالب بتاع بي اتش دي وظهر اللي هو الاريثروميسين ريزيستنت فوحدات لما نشتغل بشغل الملتي برايمر ويشتغل اشتغل اندفيدوال برايمر براو يعني مثلا الاي مثلا الاف الاي والاف فجرب بالملتي بليكس بي سي ار لقى فيه الاي والاف وفي وحدات لقى الاي وحدات لقى الاف وحدات ثانيه لما جا عمل إنديفيديوال عمل لها كونفيرماتري كم مره لقى وحدات طيب اي وحدات تايب اف بالنسبه للريسومايسين هل يو ثينك انه هو باستخدامه للبارت بتاع البرايمر يعني عشان اكون عقلنا الكلام جيدا هل هو محتاج الاستريبتو دي اشتغل بناء على الفينوتيبك الاستريبتوكوكس بايوجين عمل لها ايسوليشن على مستوى بتاع الفينوتيبيك واستخدم بعد ذاك الشغل بتاع الريزيستنت الانديوزابل انتبيوتيك وغيره للوريثرومايسين وجربوا الظهر فيه ريزيستان قام عملها سلكشن بواسطة certain to detect certain type of برايمل uh, ل certain antibiotic resistant gene ولقى موجود هذه ريزيستان according to what you say that he he was not thinking about uh, making whole genome sequence it is a kind of luxury as you said والله دكتور نادر طبعا يعني من واقع التجربة النوع ده من الاكسبيرمنتس يعني هو ممتاز ما شو كلام لكنه ما كافي صراحه نحن من واقع برضه بعض التجارب العمليه عندنا الطالب يشتغل على الفانكومايسين ريزيستنت انتيروكوكاي واحتمال يكون موجود معنا الان ده طالب بتاع باجستير يشتغل على الفانكومايسين ريزيستنت انتيروكوكاي وكان بيجد انه ما كل الجينز اللي بيكتشفها عن طريق البي سي ار يعني موجوده في السيكونسين والعكس صحيح يعني في بعض الجينز لما عمل سيكونسين وجد جينز ما كانت موجوده بالبي سي ار برايمرز رغم البي سي ار برايمرز كانت انكلودد فور ذيس particular جين وده بيعني بيعني انه ممكن الجينز دي تكون فيها نوع من الجين فارينس او فيها نوع من الميتيشنز او البوليمورفيزمز على الانيلين سايتس اوف ذا برايمرز وبالتالي سمبلي هي مثل الجينز دي في البي سي ار BCR is a nice uh, test. It's a very nice test. If you have a nice primer and if you have like a comprehensive uh, primers, uh, the primer, see, and a primer bull that, uh, for example, amplify most of the targets. We under not BCR to cover all the targets, but at least the important targets should be covered. So if you are able to cover the most important targets, you are fine. لكن يو كان نيفر اكسكلود البوسيبلتي انه في اذر فيرينس او اذر جينز ريستن جينز او اذر ميكانيزم اوف انت ما اكتشفتها لانه مثلا اديك مثال الان لو نحن درسنا بالبي سي ار فقط الكربين بيم جينز في في الكلبسيلا او في الاسينوتوباكتر نحن ممكن نلقى مثلا الاوكزا 23 او الاوكزا 51 ممكن نلقى الـ NDM جينز ودي كلها كان confer resistant to carbinibims لكن ما بنقدر نقول انه this is the only mechanism of resistance احنا يعني بنقول والله انه this particular isolate is carbinibim resistant yes we are sure about this لانه عارفين انه الاوكزا 23 او الاوكزا 51 او الاوكزا 48 او الـ NDM دي كلها معروفه انها hydrolyzing enzymes that hydrolyze the لكن الرزيستن نفسه ما بيحصل بالانزايمز دي فقط بيكون في اذر ميكانيزم اوف ريزيستنس بتكون في فلوكس بام بيكون في بورين لوس بيكون في تارجت موديفيكيشن بيكون في اشياء ثانيه مع بعض كومبايند هي بتدينا الريزيستنس لانه زي ما قلت لكم يشتغل في البي ار اي ما لقى لقى فان بي جينز موجوده وفان سي موجوده لكن لما عمل سيكونسين لقى فان اي يعني فان ايه ما كان ديتكتبل بالبرايمرز فدي واحده من المشاكل اللي احنا بنحصل عليها في البرايمرز البرايمرز اولويز ليميتد لانه ما بنقدر نحن تو ديزاين برايمر لكل التارجتس فور شو sure. لكن if we are having a good primer pool او multiplex بي سي ار that cover the most important targets we are fine انا بقول ان الشغل ممتاز والبي سي ار ما حد يقدر يتكلم فيه لكن if you would like to do a proper research تراي انك تو ريتش التارجتس لانه الان لو بصينا على الهيومن جينومكس لو في واحد شغال على الكانسر ما بيحتاج انه تو سيكونس الهول جينوم في حاله الانسان لانه الانسان طبعا الهول جينوم 3.3 بليون بيزس و فيري اكسبنسيف انه انا تو سيكونس كل الجينوم لكن وات اي كان دو ممكن انا اعمل جين بانلز يعني يكون عندي 100 أو 200 أو 300 جين دي معروف إنها مرتبطة بالكانسر والجين بانلز دي اعمل لها برايمر بولز ممكن تصل ل 3000 4000 برايمر في 1 بول فأعمل ريتشمنت للجينز وأعمل لها كابشر وبعدين أعمل سيكونسين النوع ده من السيكونسين فيري ان inexpensive لأنه أنا ممكن to multiplex 24 human DNA sample لكانسر بانل في الالومينا ماي سيك اللي هي اه هي اصلا ديزاين للسمول جينومز ما للبيج جينومز فمعناته انه انا ممكن بدل ما استعمل جهاز غالي واستعمل سيكونسينج اكسبيرمنت تكون غاليه انا اي نيد تو سيت اب الاكسبيرمنت بطريقه تكون ليس اكسبنسيف يعني انا ممكن الان اعمل 24 عينه بتاعت انسان تسكرين around 100 genes في one sequence run في ثلاثة أيام أو يومين ونص تقريبا بياخد الرن بالكوست اللي أنا بعمله علشان أعمل sequence ل 26 أو 25 bacterial whole genome sequence يعني نفس الكوست بتاع 25 أو whole genome sequence أنا قدرت أستعمله للهيومن جينوم genome to cover يعني كانسر cancer اللي بيحتوي على 100 جين أو 100 target التارجتس دي معروف اذا حصل فيها mutations well known and well يعني characterized mutations او snips معروفه انها مرتبطه بالكانسر فانا يعني كان screen في لكل التارجتس دي في one experiment واعمل multiplex ل 24 uh, isolate او 24 uh, sample coming from 24 different patients في one sequence. فالمultiplexing وال well, enrichment وال well, capture of the target part وارده بتكلم عنه دايما ان الماركر السلكشن اوف ماركرز فروم الجينوم از ذا موست امبورت فور اكزامبل في الميكروبيولوجي انا لو عايز اعمل سيكونس للكورونا فيروس انا ممكن اعمل كم يعني ما تتخيل العدد ليه لانه الجينوم بتاع الكورونا كله 30 كي بيز يعني 30000 بيز دي يعتبر صغير جدا فانا عشان اعمل له حتى من كلينيكال سامبلز طبعا كلينيكال سامبل بيكون فيها هيومن دي ان اي بيكون فيها بكتيريال دي ان اي بيكون فيها دي ان اي جاي من سيلز انا ما عايز اعمل لها سيكونسنج فلا بد اعمل انريتشمنت للتارجت فانا بستعمل البي سي ار تو انريتشمنت فور انريتشمنت اوف ذا انتاير كورونا فيروس جينوم وبعدين بعمل سيكونسنج وده بيسمح لي ان انا اعمل مالتيبلكس لعدد كبير جدا من الايسوليت ممكن يصل ل 96 ديفرنت سامبل في 1 سيكونسر وبعد ده بحصل على very high sequencing coverage فيبقى ال ال, ال, ال proper setup of the experiment من اهم الاشياء في ال sequencing whether انه sangar sequencing ولا uh, next generation sequencing فانا بفتكر انه uh, if we have the good primers to uh, enrich the targets اللي نحن عايزيننا that will help us إنو, to get a very good sequence data. نعم قدر يا اكتروني اذا يعني بكلامك ده اعمل سلكشن لبعض الميكروبات مثلا حصل فيها ملتي دراك ريزيستنت ويرسلي للهول جينوم انا انا بفتكر انه what he can do يعني اذا انا مثلا شغال على جينز معينه الجينز دي انا عارف انها هي مسؤوله من الريزيستنت المعين ده في الانتي كلاس او في الانتي المحدد فانا اي نيد جست تو امبليفاي كل ال اي نيد تو بي شور انه انا تو امبليفاي كل الجين بمعنى دائما البي سي ار برايمرز بتكون ديزايند ل فيري شورت تارجت يعني احيانا الجين يكون 1500 بيس بير نحن نقوم نعمل بي سي ار برودكت 400 600 ويكون ممتاز للديتكشن بتاع الجين لكن ما ممتاز للديتكشن بتاع كل او للامبليفيكيشن اوف ذا انتاير جين هو بيعمل ديتكشن لجزء من <applause> الجين فانا مفترض أعمل صحيح. ريتش... أنا اعمل ريتش بيكون بارشل ريتشمنت للجين كله ب ب وات وات وي كول ات لايك اور يونيفرسال برايمر اي ويل تراي تو ميك ا يونيفرسال برايمر وين كان دي موست ديفيكولت لانه حتى لو انت عملت برايمرز يعني فلانكين ال ال, ال... الجين نفسه البدايه ونهايه الجين ما بتضمن انه كل البرايمرز والرياكت مع كل ال... الجينز لانه ممكن يكون في بعض النيكلوتايد تشينجز حتى في الانيلين بوزيشن اوف ذا برايم فانت بتراعي بتحاول انك تو لو التمبريتشر بتاعت الانيلين وتحاول تو ريتش كل الجين علشان ما تخسر في السيكونس بحيث انه التارجت في السيكونس ما يكون كبير انا لو التارجت بتاعي مثلا 1 كي بي او 2 كي بي ممكن انا اعمل هندرد اوف سامبل بنفس الكوست بتاع هول جينوم سيكونس اللي ايسوليت واحد من البكتيريا او الفيروس يعني القصد انه انا البروبر يعني اكسبيرمنت ديزاين هو المهم في الموضوع تمام لانه مثلا يعني مثلا في الكورونا فيروس على سبيل المثال انت بتستهدف فيها 3 جينز ريدنج فريمز اللي هو فيه نوعين وفيه لا عاده عاده يا نادر بنعمل عاده أه يا نادر بنعمل ريتمنت أه الجينوم كله في الفيروسز يعني الفيروس بنعمل 15 بي سي ار رياكشن ال 15 بي سي ار رياكشن دي والامبليفاي 30 كي 30 كي بيز دي كلها وكده بنعمل نعمل هول جينوم سيكونس لكن في الاناليزيز معلش ممكن بعدين نركز على الستراكشر بروتينز او على الاكسسوري يعني بروتينز ونركز على السيكونس بتاعتهم لكن في في الجينوم سيكونس عاده ما بنعمل في الفيروس سيلكتد جينز في الغالب بنعمل الريتشمنت لكل الجينوم تمام في في سؤال افتكر من الاخ الفلسطيني عبد القادر اسالك أضح... طيب في سؤال فعلا انا شايفه في في الشات ده طيب من غزه عبد القادر الله يحفظه ومرحب به طيب قال لي did you uh, do you think the multiplex PCR is mostly fake لا انا ما قلت المالتي بلكس بي سي ار يوجوالي فهمت لكن قلت المالتي بلكس بي سي ار ما بالضروره انه يكون كومبرهنسيف بمعنى انه تو كفر كل التارجتس لكن اذا عندك ويل كاركترايز تارجتس بتعمل لها مالتي بلكس بي سي ار ذيس از وندرفول ما في مشكله البي سي ار اذا كان سنجل بلكس او مالتي بلكس هو ممتاز جدا اذا كان انت عندك ويل نون تارجت وعندك فيري جود برايمرز لكن لما نيجي نتكلم عن الانتيبايوتكس فيرينتس انا افضل نحن نستعمل طريقه ثانيه غير المالتي بلكس بي سي ار او السنجل بلكس بي سي ار لانه من واقع التجربه يو كان نوت كفر كل الفيرينتس يو كان نوت كفر كل الجينز اللي بتعمل ريزيستنت لو تكلمنا عن البيتا لاكتم انتيبايوتكس هنلقى انه في هاندردز اوف جينز ل ويل يعني دوكيومنتد جينز بتعمل ريزيستنت في الـ في البيتا لاكتم انتيبايوتكس فكيف نحن نقدر نعمل هاندردز اوف بي سي ار الافضل والارخص انه نحن نعمل سيكونسين uh, وبعدين نعمل ايدنتيكيشن او بريدكشن للريزستنت جينز في سؤال تاني بيقول لو عندي مشروع عن انشيشي كولاي وعايز ادرس مدى حساسيتها للبيتا لاكتيف انتي بايوتكس هل الافضل اعمل يعني بي سي ار للجينز ولا اعمل سيكونس والله انا افضل بالنسبه لشخص عايز تو كاركترايز البيتا لاكتيف انتي في امبورتنت يعني بكتيريا انه يستعمل السيكونسين وما يستعمل البي سي ار لان البي سي ار ليميتد انه هو يكون الهدف اللي عايز يجاوب عليه انه انا عايز اعرف مثلا ال ان دي ام جي موجود ولا لا وان دي ام ويتش فيريانت يعني فيريانت 1 خلاص انا عايز اعرف فيريانت 1 موجود ولا لا في برايمرز كويسه لكن اذا انا عايز تو سيرش عن كل الاكويرد ريزيستنت جينز بي سي ار ومالتي بلوكس بي سي ار ما بيشتغل وي نيد تو سيكونس السيكونسينج ما بينفع سانجر سيكونسنج وي نيد تو سيكونس الهول جينوم لانه اذا حاولت تعمل ريتشمنت لكل الانتي بايوتيك ريزيستن جينز اللي معروف انها بتحول المكروب مقابل بيتا لاكتر انتي بايوتيك حتخسر فلوس وزمن اكثر من الفلوس اللي حتخسرها في السيكونسنج. فالافضل انك ما تعمل بي سي ار تشتري برايمرز ولا تعمل جيب ماستر ميكس تعمل دي ان اكستراكشن وترسل لاي سيكونسنج سنتر وبعدين تقعد تلعب بالداتا الموجوده عشان تطلع منها جود ريزلتس طيب يا بروف عبد الله سؤال اخير يعني يعني الملاحظ انه يعني كان اشتغلنا اللي هو في بعض البروجرام سوفت يعني برضه الطالب بتواجهه اللي هي البروبلم بتاعت انه وين هي يعني مثلا حتى لو لقينا عنده سبورت او فند ورس العينات اللي هو سيكونس عمل سيليكشن لبعض العينات اللي هي فيها ديتكشن لبعض الانتيبيوتيك وهي وونت تو بريدكت انه ممكن يكون اذر زي ما ذكرت انت يعني الافلوكس بامب شغل بتاع بلازميد شغل بتاع بكتيري فيك وات ايفر ده كله طبعا زي ما قلت انت بيظهر في في الهول جينوم سيكونس لكن بتبقى انه هو البروبلم اللي بتواجه ما كل الناس ملمين بالبارت بتاع الهول جينوم سيكول اناليسيس لانه معظم التولز واز يو نو انت باي يور سيلف للورشه اللي حضرناها معاك ما كل البروجرام صوت فري يعني في جي في السي ال سي مثلا ده اخذناه نحن مع بروك مشعل يعني فكانت داتا اللي ادينا داتا بلايسنس من جنوب افريقيا يعني آه الابيديمولوجي برضه انت ذكرتها زي بيجا ما فري يعني هاو تو سولف ذيس بارت اوف ذيس بروبلم يعني يا دكتور نادر انا بتذكر زمان يعني لما كنا ناس صغار انا وانت يا دوب يعني كنا في الجامعه كنا كنا بنسمع في الوقت ذاك بحاجه اسمها المولوكيولار بيولوجي والبي سي ار والاشياء دي يا دوب كانت باديه تتذكر يا دكتور نادر في الوقت ده؟ ايوه صحيح والله طيب في الوقت ده الناس كان عندهم زي موضه كده الناس طالعين في موضوع المولوكيولار بيولوجي اي واحد يقول لك انا عايز اعمل ماجستير في الملوك آه. نعم فنحن كنا بنقول لهم يا اخواننا المولوكيولار بيولوجي ده زيه زي الامنولوجي ده عباره عن تولز انت بتستعملها في مجالك اذا كان انت متخصص في الهيماتولوجي او في السيتولوجي او في الكلينيكال كيمستري او في الميكروبيولوجي في سبيشاليتي اسمها مولوكولار بيولوجي لكن احنا we are not going to change our profession ونبقى مولوكولار بيولوجيست علشان نقدر نستعمل التولز اللي كانت موجوده في الوقت ذاك اللي كنا بنعمل بها سيكونس فيوين وبنعمل بها برايمر ديزاين وبنعمل بها ندرس بها الريستريكشن سايتس في الدي ان ال اي ونستعملها للاناليزيز مثلا زي المالتيبل سيكونسز يعني الاينمنت البلاست سيرش الاشياء الفيري بيزك اللي كنا عايزين نتعلمها ما محتاجين نحن كمايكروبيولوجيست او هيماتولوجيست او اي تخصص انه نحن نغير تخصصنا علشان يعني نبقى متخصصين في الملوكار بيولوجي او في او في الجينومكس لا نحن كل المحتاجين نعرفه انه نحن نعرف لغه الملوكار بيولوجي ولغة الجينومكس نعرف البايو انفورماتيك تولز دي ايه هي الفكرة بتاعتها ايه اللي بتعمله وكيف نحن ممكن نسأل الناس المتخصصين إنه نطلب منهم لانه الميكر بيولوجي او البايو انفورماتكس تحديدا زيها وزي الزول بيروح يمشي يفصل له جلابيه عند خياط انت لو تمشي للترزي ما بتقول له يا اخي اعمل لي جلابيه وخلاص تقول والله انا عايز جلابيه شكلها عايز لها جيب قدام كده وعايز لها جيب بتاع ساعه وعايز الجلابيه تكون الزراير مثلا ظاهره ولا تكون مخفيه الزول ده بيعمل لك الحاجه زي ما انت عايز نحن لو ما فاهمين ان الجلابيه دي ممكن يكون فيها جيب قدام ممكن تكتشف انه الخياط ده ما عمل لك جيب قدام تقول ليه ما عملت ليه يقول لك والله انت ما طلبتها او يعمل لك تفصيله كده انت ما عايزها تقول لي لا عملتها كده تقول يا اخي انت انت ما حددت اي مواصفات فنحن مفترض نفهم لغه انفورماتكس علشان لما نرسل السيكونس داتا بتاعتنا لاي سيكونس سنتر نقول لهم احنا بالضبط عايزين شنو؟ نقول لهم احنا عايزينكم تعملوا لنا واحد اثنين ثلاثه اربعه، ده اذا انت بتعرف بنفسك. اذا انت تعلمت كمان انك تعمل يعني أناليز البيزك أناليزي بنفسك ده جميل. احنا الان شغالين الحمد لله لنا اكثر من يمكن سبع سنين او اكثر شغالين في الهول جينوم سيكونس ديتا باستعمال ان جي اس لكن ما تعلمنا كل حاجه لانه نحن ما محتاجين نتعلم كل شيء لكن بنتعلم الاشياء اللي بتفيدنا نحن في الميكروبيولوجي عشان كده انا دائما بتكلم عن الميكروبيال جينومكس ما قاعد اتكلم عن الهيومن جينومكس لان الهيومن جينومكس عندهم تولز عندهم بروجرامز عندهم اشياء بيعملوها مختلفه من الاشياء اللي نحن محتاجين لها في الميكروبيولوجي انا دائما عايز اربط الناس بالنيتس اللي هي الريسيرش كويشنز والنيدز اللي احنا عايزينها في الكلينيكال مايكروبيولوجي لابوراتوري وين comes تو microbial جينومكس لو إحنا عرفنا اور نيدز وعرفنا اللانجوج اوف bioinformatics إحنا ممكن نستعمل التولز بنفسنا لانه في تولز كثيره فري وزي ما انتم شايفين الان انا من جبيل بوريكم في تولز انا ما عملتها انا ولا بكتب فيها كوتس ولا بستعملها باستعمال يعني A difficult environment يعني زي اللينكس لا انا ده عباره عن ويب بيز تولز كلها ماتر اوف كليكس لكن عشان افهم السيتنج عشان افهم الانتربريتيشن اوف ذا ريزلتس انا اي نيد تو اندرستاند البيزكس اوف باي انفورماتكس اي نيد تو اندرستاند اللانجوج اوف ذا باي انفورماتكس ان اوردر تو اندرستاند الريبورتس اللي بتجيني نحن مهمتنا انه نحن نستعمل التولز ونطلع منها ريبورتس يفهموها الكلينيشنز يفهموها الميكروبيولوجي يفهموها الناس الخصائين الميكروبيولوجي ما تكون اشياء معقده لانه احنا مرت علينا تجارب كنا بنرسل سيكونس داتا لباينفورماتيك سنتر بدينا اناليزيس ما فيه اي معلومه بتفيدنا ليه لانه ممكن يكون الشخص اللي إحنا اديناه السيكونس داتا هو متخصص في الهيومن جينومكس او في الاجريكالشر جينومكس وهو بيحلل الداتا من واقع نظرته هو لكن نحن مفترض نقول والله الناس الهيماتولوجي ديل عايزين شنو احنا من السيكونس داتا او ناس الباراسيتولوجي ديل عايزين بالضبط هما يحصل عليها. هم يحصلوا على معلومه ايه هي المعلومه اللي هم عايزين يحصلوا عليها من السيكونس داتا انا مثلا في الميكروبيولوجي عايز اعرف السبيشيز عايز اعرف الانتيبايوتيك ريزيستنت جينز عايز اعرف السيرو تايبس عايز اعرف المالتي لوكال سيكونس تايب عايز اعرف البلازميد بروفايل البكتيريو اللي في الجينوم This is my question. ولا بد يكون متاكد انه اللي بيحلل الداتا يكون عنده معرفه برضه بالداتا بيز اللي المفترض يستعملها عشان ما يستعمل داتا بيز غير صحيحه ويديني نتائج غير صحيحه. اما من ناحيه الفلوس ما كل التولز شخصيا انا التولز اللي بستعملها يمكن تقريبا 90% منها مجانيه. وفي 10% احيانا بنضطر ندفع فلوس آه لاشياء معينه. يعني يكون في بروجكت معين محتاجين احنا نشتري الرخصه بتاعت البرنامج لمده سنه وبعد السنه ما بنجددها لانه خلاص البروجكت انتهى لو نحن عايزين نستعملها في جامعه او في سير سنتر عنده اونلاين ريسيرش بروجيكتس مستمره الافضل انه يكون عندهم سبسكريبشن لكن في طريقه ثانيه نحن ممكن نستعملها انه تو هاف التولز افيلبل لوكالي ان لوكال سيرفر في اي جامعه من الجامعات ممكن يكون في كمبيوتر عادي ما كمبيوتر يعني بامكانيات خارقه لانه نحن محظوظين نحن شغالين على سمول جينومز والهاندلينج بتاع السيكونس ديتا عاده ما عايز يعني السوبر كمبيوتر عايز نفس الكمبيوترز اللي الان بيستعملوها الشباب عندنا في الجيمز دي هي الكمبيوترز اللي نحن عايزين نستعملها تو انلايز الهول جينوم سيكونس ديتا اللي جايه من الان جي اس سيكونسينج بلاتفورمز فيبقى ما عايزين سوبر كمبيوترز عايزين كمبيوترز كويسه سريعه بروسيسور سريعه رام سريع لكن كمبيوتر عادي ايه اللي ممكن نعمله نحن ممكن تنستول البروجرامز دي لوكالي لانه اصعب حاجه في الويب بيست تولز هو الابلود اوف ذا داتا لو ما عندك انترنت كونكشن سريع يجوا الابلود والفيل ممكن تقعد 10 ايام تحاول تو رن 1 تول وما تقدر تعمل لها رنين لو عايزين نعمل باتش يعني يعني تولز بمعنى نعمل باتش كوماند بمعنى انه يكون عندنا 100 فايل ال 100 فايل دي جايه من 100 ايسو عايزين نعملهم كلهم مع بعض ما بنقدر نعملها في الويب بيست في الغالب لانه الويب بيست بتعمل 1 باي 1 فنحن ممكن نعملها في لوكال سيرفر وفي انفايرومنتس نحن ممكن نعمل فيها انستليشن لكل التولز المجانيه زي الجلاكسي الجلاكسي فيه جلاكسي يعني اونلاين كلاود computing انفايرمنت وير انه الاناليسيز ما بتنفي جهازك وانما انت just جاست ابلود الداتا لكن عشان تو avoid المساله بتاعت الابلود احنا ممكن نعمل لوكال جلاكسي سيرفر في اي كمبيوتر في اي جامعه في اي سنتر ونعمل ابلود مباشره من اليو اس بي ولا من اي اكسترنال درايف في الداتا للجهاز مباشره ونستعمل التولز الموجوده وهي يوزر فريندلي تولز يعني تولز ما صعبه ابدا انك تستعملها وانك ترانت يمكن الجزء اللي عايز اجتهاد انك تفهم الاوتبوت بتاع التول تعرف كيف تستفيد منه وكيف تحلل النتائج اللي بتطلع من الداتا لانه ما كل الداتا يعني اناليزيز تولز بتطلع لك ريبورت يعني ايزي تو اندرستاند ريبورت سم تايم بس عباره عن مثلا تيبلز وتديك مجموعه من الداتا انت يو نيد تو انلايز ات فيزر ان اوردر تو اندرستاند يعني الاشياء اللي عندها كلينيكال سيجنفيكنس زي الانتي resistant او غيره فانا ما شايف انه في صعوبه لكن نحن محتاجين يا دكتور انور انه نحن نتعلم اللغه بتاعت البايو انفورماتيك نتعلم بعض البيزك تولز اذا ما عندنا ما نستعمل اونلاين تول نعمل انستليشن في لوكال كمبيوترز ونتدرب على الطلبة والباحثين ونستعملها وحتى ممكن تستعمل في المستشفيات في المستقبل القريب إن شاء الله إن شاء الله في إيه حقيقة في السودان في في في, في جامعة الوطنية الآن أنشأوا سيرفر يعني بالتعاون والتنسيق وتم تركيب الأجهزة وبيجي في ناس من ناس الكمبيوتر أو كده وعندهم بيجي مصدر بتاع الانفورماتيك فافتكر يعني حتى ممكن اي زول تاني يخزن داتا او يعمل بوكينج او كذا وممكن تكون بيفيز تكون رمزيه مقارنه بالاخر فده بروميسنج كويس يعني صحيح صحيح في سؤال افتكر تحت يا طيب خلينا نشوف السؤال طيب في سؤال هنا قال ادينا فكره عن اسعار السيكونسنج اللي الجينوم انا والله صراحه ما عندي فكره عن الاسعار لكن انا ممكن اديكم انه في سنترز كثيره في سنترز في دبي في سنترز في آه ماليزيا في الصين في سنترز في عدد من المناطق في كوريا كلها سنترز يعني اسعارها متقاربه جدا واسعارها غالبا ما هي غاليه لكن كم تحديدا انا صراحه ما عندي فكره لانه نحن في السعوديه هنا معظم السيكونس اللي بنعملها كنا بنعملها لوكالي فحساب التكلفه يختلف بين انك ترسل Uh, isolate أو uh, DNA تقول لهم اعملوا لي sequencing لأن هم عندهم أجهزة كبيرة إذا كان multiplex ال samples ال مع بعض فدائماً الكوست بيكون أقل طيب بالنسبة لـ uh, ده السؤال بتاع الأسعار في سؤال ثاني تقريباً عن أيوه قال uh, if I am searching for antibiotic resistant genes isolated from dairy 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 uh, chicken what specific steps should I follow and most important bacteria should be isolate. طبعا إذا أنت عزلت uh, isolate isolate ده كان بسبب إنه المريض أكل دجاج وجاته دائرية طبعا ممكن يكون uh, ممكن يكون شيشا كولاي ممكن يكون سالمونيلا يعني في احتمالات كثيرة فأنت you فيرس إنك to isolate البكتيريا تعمل لها identification عادي وبعد ده إذا شعرت إنه انت عايز تو كاركترايز الانتيبايتك افضل حاجه بالنسبه لبكتيريا الايسوليت انك تعمل هول جينوم سيكونسنج للبكتيريا وتعمل بريدكشن لكل الفيتشرز الموجودة فيها. طيب هشام معانا ممكن يكون يوري الاسعار هشام هشام الطيب يعني من عنده اكونت وكان بيرسل السلام عليكم شكرا لك عبد الله على المحاضره الغيمه السلام الله يديك العافيه <applause> هشام نحن <applause> في الحقيقة الهول جينوم قبل المعرس لنا هول جينوم الجينوم راوند 300 دولار ده البكتيريا الجينوم العادي يعني <applause> تمام ده اللي بكتيريا الجينوم مش كده يا دكتور <applause> هشام؟ نعم طبعا وكم طلبتوا السيكونسين كفريج طلبته كم؟ 100 100 كويس هم بيشتغلوا بيشتغلوا بالماي سيك ولا بالهاي سيك مايسيك، مايسيك، ودي بيجا تاينا طيب وليه طلبتوا مايسيك؟ سيك؟ مكان كان تطلبوا هاي سيك؟ هم الاثنين الخيارات فيه هم الاثنين دايرين دول يختاروا احنا <applause> الماي سيك طيب انتوا لو كان اخترتوا الهاي سيك كان حيكون ارخص جينوم صغير لا انا عارف الجينوم صغير مش عشان المشكله الجينوم صغير طبعا الماي سيك يختلف من الهاي سيك لانه الماي سيك بيديك لونجر ريتس عشان كده الكوست بيكون اعلى اما في حاله الهاي سيك بيديك شورتر ريتس عشان كده وبعدين المالتبلكسنج هناك بيكون أكتر طبعا لانه اللين بتشيل عدد اكبر من الايسوليتس فبيديك ارخص فأنتوا ما كان تطلب الماي سيك لانه الماي سيك انا بعمله في حاله واحده اذا انا شغال على نيو بكتيريا يعني نيو بكتيريا الجينوم وعايز اعمل دي نوفو سيكونسنج لانه اللونج ريتس بتساعدني في الاسمبلي لكن اذا انا عايز تو بريدكت الفيتشرز وعايز اعمل ري يعني ايسوليت عندي لوجود ريفرنس موجود زي الكلبسيلا والسويتش انا اي دونت نيد تو جو فور لونج ريتس لان اللونج ريتس ات كوست مي ماني لكن ما بتديني اي معلومه شورت ريتس بتنفع لانه انا في الاخير حامل ما بين وعندي جود كواليتي ريفرنس سيكونس جينوم فده وي ريديوس الكوست فانا اديها لكم كجنرال يعني ادفايس اف يو ار بلانينج تو دو ا دي نوفو سيكونسينج بمعنى انه يو لايك تو سيكونس ا بكتيريوم أو a virus which has never been sequenced before. الأفضل تروح على الماي أو على أي سيكون تكنولوجي بتديك لونج ريدز. لكن إذا شغال على الري سيكونسنج يعني سيكونس well عايز بس على الهاي لأنه بديك 100 بيس لكن لأنه الجهاز كبير كبير من العينات يكون أرخص من ناحية الكوست وده بيرخص لك الكوست، اتوقع انه يا دكتور هشام ممكن الكوست كانت تنزل ل 150 او 100 دولار بيرجينوم اذا انتم رحتوا على الهاي سيك. لكن ما احتاج انا في البدايه يبقى هم انا ما كان تختاروا المره الجايه بس زوغوا منها زوغوا من الماي سيك ده اصلا ما تمشوا عليه. الماي سيك ده لانه جهاز صغير فالكوست ده بتكون عاليه. يلا شكرا. في 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 سؤال يا عبد الله تحت طيب السؤال وين طيب طيب واحد قال انا عايز اعمل سيكونس في سيكونسنج سنتر دو اي نيد تو سند الفيروس ولا تو سند الدي ان اي طبعا الديبينس انه انت اف يو هاف ار ان اي فيروس اور دي ان اي فيروس في الاخير انت الدي ان اي ويل بي دي ان اي والار ان اي ويل بي كونفرتد انتو دي ان اي انا افضل تعمل ريتشمنت للجينوم يعني اذا كان ار ان اي فايروس تحوله لدي ان اي وتعملوا ريتشمنت للجينوم وترسله كبي سي ار برودكت يعني ممكن يكون 10 20 بي سي ار برودكت تعمل لهم يعني تعمل لهم بولين مع بعض كسامبل واحده وترسلهم تتعامل معاه كأنه عينه بتاع دي ان اي يعني انت عندك دي ان اي عزلته من الفيروس او ار ان اي وحولته لدي ان اي الدي ان اي ده تعمل له ريتشمنت بالبي سي ار حتى لو كانوا مالتيبل بي سي ار reactions وده في الغالب بيكون multiple بي سي ار رياكشنز تعمل لهم بولين مع بعض وتعمل الكونسنتريشن ال ال بس اللي هم محتاجينه واللي طلبوه منك وترسله لهم على انه عينه واحده تقول لهم انا عايز اعمل هول جينوم سيكونس لكل ال الدي ان الموجود في السامبل ده هنا ده دي الطريقه الصح لارسال العينات لكن اغلب السنترز ما بتقبل انك ترسل لهم فيروس لانه خطر وحتى لو جبله حيكون في اديشنال كوست على الهاندلنج بتاع الفيروس كسامبل وعلى الايسوليشن بتاع الدي ان اي او الار ان اي منه وعلى الريتشمنت فكل الخطوات دي انت ممكن تختصرها تعملها عندك في اللاب وما ترسل الا الدي ان اي فور فقط طب يا يا ابو عبد الله لو مثلا في بروجكت وقال لك يا اخي نحن رسل لنا 120 سامبل ونحن وي كان فانز البارت بتاع البروجكت فحكاية إنه مثلا ويقول لك مثلا والله نحن حاس أكورد للبروتوكول والله يقول لك مثلا دارينا تكون أربع نانو جرام برميل أو مايكرو ليتر تمام ده بالنسبة للكونسنتريشن للديني تمام فحكاية حقيقة يعني الأول مرة يعني جزاك الله خير أنتبه لموضوع أنه أنا أعمل بولينج يعني إحنا مثلا بيجينا التكلفة بير فا فاذا مثلا بالطريقه دي انه انا لو عندي اي ديفرنت تايب سواء كان فايرال او بكتيريا او وات ايفر اقوم اخلطهم كلهم اللي عملت لها اكس كراكشن واقوم ارسلهم لا ما انت لو خلطتهم ساي كده يا يا دكتور نادر بتكون لا بعد بول. بعد ما عملت قصدي يعني بعد ما عملت البي سي ار برودكت لا لا دقيقه دقيقه انا فهمت الكلام انت تعمل هاي. لهم enrichment لكن البي سي ار تعمل له barcodes يعني كل كل عينه تعمل لها باركود لوحدها كويس وبعدين تحطهم مع بعض ممكن تعمل لهم بولينج لانه بدون باركود الدي ان كلهم بيتلخبطوا مع بعض وما هتعرف الدي جاي من يا كويس فهمت علي يعني انت نفترض انك شغال على مثلا نقول على سالمونيلا عندك 20 ايسولوت ايسولوت رقم واحد لحد رقم 20 معناته عندك 20 ديفرنت دي طب ال 20 ديفرنت دي كل واحد تعمل له باركود تعمل له اندكس خاص به بعد ما تعمل إندكشن، ممكن ترسله كعينه واحده ما في مشكله دي ما في اشكاليه لكن لابد يكون باركود طيب هتيجي تعمل كيف بعدين دي مالتيبلكسنج في برامج بتعمل دي مالتيبلكسنج بتعمل لك سورتنج للسينج للسيكونس ريتس ب... على اعتمادا على الاندكسز اللي انت استعملتها على البار على الباركودز اللي انت استعملتها فعاده لو انت شغال على الماي سيك انت بتكلم الجهاز انه انا العينه دي فيها ويتش يعني اندكسز وهو الجهاز براو بيعمل دي مالتبلكشن وبيحفظ لك كل سيكونس ريد في سيبريت فايل لكن اذا انت عايز تعمل شاطر وترسلك عينه واحده خصوصا اذا كنت شغال على سمول جينوم والسمول جينوم بيسمح لك انك تو العينات مع بعض بدون ما تاثر على السيكونسنج كفرج ما في مشكله لكن لابد تحط في بالك انه السيكونسنج كفرج ممكن يتاثر لو عملت مالتبلكسنج فما تعمل مالتبلكسنج مع بعض ولا بولين الا العينات يكون التارجت اللي فيها صغير لو شغال على بكتيريا الجينوم انا انصحك يعني هول جينوم سيكونسين ما تعمل بلكشن ولا بولين كل عينه تكون لوحدها لكن بالنسبه للفيروس المثال اللي ذكرته ده شخص عنده فيروس واحد وعامل الريتشمنت ب 100 جول بي سي ار او 50 بي سي ار رياكشن ده كلهم جايين من سامبل واحده عشان كده انا ممكن اعمل لهم بولين مع بعض ما في مشكله هنا ما بيحصل مشكله ولا بحتاج اعمل باركود لكن لو شغال على ديفرنت سامبلز او شغال على نفس الايسوليت لكن من ديفرنت سامبلز يو نيد تو ليبل كل سيكونس ريت او كل دي ان اي فراجمنتس تعمل لها ليبلنج بسبيرت نون اندكس او باركود. امم وغالبا طبعا من ديفرنت بيشن يعني ايوه لابد تعمل ديفرنت باركودز تمام أه جزاك الله خير يا بروف يعني افدت واجدت وصححت كثير من المفاهيم أه الله يبارك أهل. فيك كل نتوقع أهل. منك أهل. المزيد يعني إن شاء الله, الله يكرمك ان شاء الله على خير يكون عندنا المحاضره الاخيره نعمل فيها ان شاء الله بقيه الاشياء ونسأل الله الاستفاده للجميع وجزاكم الله خير على الحضور والمشاركه بارك الله فيكم جزاك أه. الله خير الله يبارك